النهارده ان شاء الله هنخلص جزء الفارما بتاع المايكروبيولوجي اللي هو الانتي ميكروبيالز. لسه بقى لنا الجزء بتاع الانتي فانجل، الانتي فايرال، الانتي ريترو فايرال، وهنختم المحاضره بجزء بسيط بيتكلم عن التريتمنت اوف هيباتيتس سي. هنبتدي الاول بان احنا نتكلم عن الانتي فانجل دراجز. نفس طريقتنا في شرح جزء الفارما بتاع الانتي ميكروبيالز، بلم لك الدنيا الاول في صوره الفيرست ايد، اشرح لك من الهاند نوتس، وارجع لك الكلام بسرعه على التكست بتاع البي دي اف. تعال الاول على الصوره بتاعه الفيرست ايد. الفيرست ايد دايما كده قبل كل جزء في الانتي ميكروبيالز يلم لك الدنيا فيما يخص الميكانيزم اوف اكشن في صوره، بيجمع لك التارجتس اللي انت بتشتغل عليها في الفانجاي عشان تعمل او اللي انت استخدمتها في ان انت ديفلوب انتي فانجل دراجز. قبل ما ابتدي اتكلم عن التارجتس دي وكل انتي فانجل دراج هنتكلم عنه بيشتغل على اي تارجت من التارجتس دي، عايز افكرك بس ان لما كنت بتكلم عن الفانجاي اول مقدمه بتاعت الميكولوجي قلت لك ان في حاجتين كده مميزين للاستراكشر بتاعت الفانجاي مش هنتكلم عنهم في جزء الميكولوجي، لكن هبقى اتكلم عنهم في جزء الفارما بتاعت الانتي فانجل دراجز. ايه هما الحاجتين دول؟ قلت لك الحاجه الاولانيه ان السلول بتاع الفانجاي بيبقى ليها كاركترستيك شوجر اسمه جلوكان اند كايتين، وقلت لك ان الجلوكان والكايتين دول هنبقى نتكلم عنهم في جزء الفارما. ان في انتي فانجل دراجز اللي بقى لنا فتره طويله قوي بنقول عليهم نيو انتي فانجلز، هما بيسموهم نيو لان دول اخر انتي فانجلز موجودين او احدثهم، لكن هما قدام قوي، ده من زمان قاعدين بنقول عليهم نيو انتي فانجلز اللي هي مجموعه الايكاينو كاندينز. فدول بيشتغلوا على الشجر ده او كاركترستيك الشجر ده اللي موجود في السلول بتاعه الفانجاي اللي اسمهم جلوكان اند كايتين. ولو فاكرين برضو قلت لك ان في حاجه تانية مميزه للاستراكشر بتاعه الفانجاي، ايه هي؟ ان عندهم كولسترول. يعني كنا قعدنا نشرح البكتيريا وقعدنا نقول البكتيريا ما عندهاش كولسترول لغايه ما جينا عند المايكوبلازما وقلنا انها عندها كولسترول. هنا اما جينا بقى نتكلم عن الفانجاي قلنا ان فيها كولسترول بنقول عليه ارجوسترول، وقلنا ده برضو هيبقى انذر تارجت للانتي فانجل دراجز تمنع تكوينه، هو جزء مهم واساسي في الاستراكشر بتاعه الفانجاي. فلو منعت تكوين الارجوسترول ده اقدر اديفلوب دراج يشتغل كانتي فانجل. والحسن الحظ طلعنا تو انتي فانجل دراجز بيشتغلوا على الارجوسترول سينسس باسوي، كل واحد بيشتغل على انزيم مختلف، يمكن اشهرهم هو اشهر انتي فانجل دراجز معروفه هي مجموعه الازولز. الازولز دي اللي فضلنا طول الوقت واحنا بنتكلم عن لوكالايزد فانجل انفكشن تلاقي دايما في الاجابه الفلوكونازول يمكن هو اشهرهم، لكن اي دراج اخر كلمه ازولز ولسه احنا بنسميها مجموعه الازول لانه مميز ليهم كلهم ان هم مروحين ان اخرهم سافكس اخره كلمه ازول. فده اول حاجه كنت عايز اوضحها ان احنا ذكرنا كلمه كلوكان والكايتين كشوجرز موجوده في السيرول وفنجاي، دول هيبقى التارجت هنتكلم عنهم في المجموعه اللي بقى لنا فتره قاعدين بنقول عليها نيو انتي فانجلز. والحاجه الثانيه هو الارجوسيرول، ودول تو انتي فانجل دراجز مجموعتين، والانتي فانجل دراجز بيشتغلوا على الارجوسيرول سينس باسوي على تو ديفرنت انزيمز، ومن اشهرهم طبعا هي مجموعه الازولز. طيب الحاجه الثالثه برضو اللي عايز افكرك بيها انه واحنا كنا بنشرح جزء الميكولوجي كنت بقول لك ان احنا عندنا كده جمله بنقولها دايما في ستيب 1 وستيب 2 بنختصر بيها علشان ما نقعدش نحفظ كتير، ان معظم اللوكالايزد فانجل انفكشن تلاقينا بنستخدم عيله الازول، لكن في السيفير سيستميك فانجل انفكشن تلاقينا بنستخدم حاجه اسمها امفوتيرسين بي. وهتعرف اصلا الامفوتيرسين بي ده تبع مجموعه كبيره اسمها البولين ده فيها اتنين، الامفوتيرسين بي وحاجه اسمها النستاتين ده انتي فانجل دراج بيشتغل بنفس فكره الامفوتيرسين بي في مجموعه اسمها البولين، هنعرف دلوقتي بيشتغلوا ازاي.
بس هتعرف لما نيجي نتكلم عن النستاتين ده ان احنا هنقول ان هو تو توكسيك فور سيستميك يوز. هي اصلا مجموعه البوليين دي لسبب ما هنشرحه دلوقتي مشهوره بكميه سايد افكت كبيره جدا، تقريبا كل السايد افكت بتاعت الامفيتريسين بي بتسال في كوشن بانك وتعرفك على قد ما هو دراج بينفعنا في ميني انفيزيف سيستميك فانجل انفكشن، لانه في للاسف كميه سايد افكت كبيره لباد سايد افكت بروفايل. تقريبا كل السايد افكت دي بتسال في الكوشن بانك وكلها هاي ييلد. الليستاتين بقى أسوأ منه لدرجه ان الليستاتين بنقول عليه ان هو تو توكسيك فور سيستميك يوز، ومعظم استخدامنا ليه كلينيكالي في مراهم. عارف الكينكومب؟ الكينكومب ده موجود فيه النستاتين، فتلاقي معظمه موجود في صوره حاجات بتستخدم لوكالي لانه تو توكسيك فور سيستميك يوز. تلاقي معظم استخدامه في حاجات لوكال، سواء للاطفال اللي عندهم دايبر راش، اللي عندهم اورال ثراش، الحاجات اللوكال تلاقي بيستخدم فيها النستاتين لانه تو توكسيك فور سيستميك يوز. فكنا بنقول ان الازولز فور لوكالايز فانجل انفكشن والانفوتريسين بي فور سيفير سيستميك فانجل انفكشن. والمعلومه بقى الاخيره قبل ما نبتدي بقى موضوعنا، انا كنت بقول لك انه الفانجل مينينجايتس الأشهر سبب ليها أو أشهر كيس ليها كان البيشنت عنده HIV with low CD4 count ويحصل له كريبتوكوكال مننجيتس كريبتوكوكس نيوفرمانز. كنت بقول لك لأنه الأنفوترسن بي ده معروف عنه أنه عنده بور سي ان اس بنتريشن، اختراقه للبلاد برين بارير ويوصل للسي ان اس بور، لدرجة ان هو ساعات ما نبقى محتاجينه فور سي ان اس انفكشن وعايزين منه هاي كونسنتريشن في سي ان اس، ساعات بنعمل له انجكشن انترا سيكالي، نعمل له انجكشن على طول في السي ان اس من خلال السي اس اف. الى ان احنا ما بنستخدمه في الكريبتوكوكس نيوفورمانز، قلت لك ان احنا بنديه كومباينيشن ما بينه وبين دراج اسمه فلو سايتوزين، كنت بقول لك ان الاثنين بنستخدمهم مع بعض لمدة أسبوع وبعد كده لمدة سنة بفضل بكمل بالدرج ده اللي اسمه الفلوكونازول. هل قلت لك مينتنس السيرابي لمدة سنة؟ يمكن الكلام ده الديوريشن مش مطلوبة قوي، ولو ان الفيرس ايد بدأ يتكلم عن نفس الكلام اللي موجود في ستيب 2 ضافوا عنده في الفيرس ايد، بس الديوريشن مش مطلوب، مش هتساعد عليها في كوشن بانك. الامفوترسين بي والفلوسيتوزين لمدة أسبوع في الكريبتوكوكال منينجيتس، ومينتنس السيرابي لمدة سنة بالفلوكونازول. هنا برضو ممكن أقول لك كلام للناس اللي بتحب تفهم، بس لكن برضو ملوش ده الحاجات اللي ممكن نسألها لك على ليفل ستيب 1. اشمعنى الفلوكونازول؟ ليه ما قلتش أزول وسكت؟ ليه مش أي واحد من نغمة الأزول؟ أولا لأن الفلوكونازول هو الوحيد اللي فيهم بيقدر يعدي للسي ان اس، هو اللي بيقدر يعمل بنتريشن للسي ان اس ويقدر يوصل للسي ان اس الفلوكونازول. الحاجه الثانيه، ليه مينتنس ثيرابي؟ ليه البيشنت بيجي له كريبتوكوكال مننجيتس بنحتاج ان انا ادي له مينتنس ثيرابي لمده سنه؟ لان انا ما ينفعش افضل ماشي على انفوترسن بي لفتره طويله، ده هو يا دوبك اسبوع وممكن تعرض لسايد افكت ممكن تكون بعضها هارمفل ومؤذيه بالنسبه للبيشنت. لكن الفلوكونازول اقل سايد افكت، والهدف اصلا من استخدام المينتنس ثيرابي في الكريبتوكوكال مننجيتس اللي بيعمل كرونيك سبريشن للكريبتوكوكس نيوفورمانز لعقبال ما هو معنى، معلش يعني ان هو جاله كريبتوكوكال مننجيتس ان سي دي 4 كاونت بتاعه واقع، فانت المفروض اللي تديله الانتي ريترو فايروس ثيرابي اللي بيبدا يقلل الريبليكيشن بتاع الفيروس ويبدا يزود السي دي 4. فعقبال بقى ما سيادتك تبتدي الانتي ريترو فايروس ثيرابي والسي دي 4 كاونت بتاعه يبتدي يعلى، انت بتبقى ماشي بالفلوكونازول لمده سنه لغايه ما السي دي 4 كاونت بتاعه يبتدي يعلى. طيب ده كلام كله انا قلته قبل كده، تعالى بقى للكلام اللي يخص موضوعنا واحنا بنتكلم عن الانتي فانجل دراجز. طيب ابتدي بمين؟ تعالى الاول نبتدي بالدراج الانتي فانجل دراجز اللي تشتغل على الاورجستيرول سينسز باسوي. الاورجستيرول اللي هو في الصوره ده حابب ان هو يرسمه بالمنظر ده، ده الاورجستيرول. قال لك الاورجستيرول ده اللي موجود في السيل ممبرين بتاعه الفانجاي عشان يتكون بيعدي على اكتر من خطوه، مش مطلوب منك تحفظ الخطوات لكن مطلوب منك تعرف التو امبورتنت انزيمز، والتو امبورتنت انزيمز دول بيحصل لهم انهيبيشن من خلال انهي مجموعه من الانتي فانجل دراجز. يعني قال لك الاورجستيرول ده بيبتدي الاول ان انت تكون حاجه اسمها ان يبقى ان الفانجاي يجيب سبستريت اسمها سكوالين، والسكوالين دي يعمل لها
يحولها الى حاجه اسمها سكوالين ايبوكسايد من خلال انزيم اسمه سكوالين ايبوكسيديز، وبعد كده سكوالين ايبوكسيديز تحول لحاجه اسمها لانوستيرول، واللانوسترول ده بعد كده اللي بتحول من خلال انزيم اسمه 14 الفا ديموسايليز الى اورجستيرول. هل مطلوب مني ان انا احفظ البصوي؟ الاجابه لا. امال انا مطلوب مني ان انا اعرف ايه؟ مطلوب منك تعرف الانزيم ده اللي اسمه السكوالين ايبوكسيديز، ومطلوب منك تعرف الانزيم الثاني ده اللي اسمه 14 الفا ديموسيليز. مين الاهم فيهم؟ طبعا مجموعه الازولز، مجموعه بيحبوها جدا جدا في الكوشن بانك، اهم بكتير 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 من التربنافين في الكوشن بانك. الازولز دي من اكتر مجموعه الانتي فانجل دراجز بسال في الكوشن بانك، هي والسايد افكت بتاعت الانف وترسم بيم. فطبعا لو اتنين سكوالين ايبوكسيديز و 14 الفا ديموسيليز، هقول لك مين اللي فيهم ما ينفعش تنساه؟ طبعا ال 14 الفا ديموسيليز. ليه؟ لان ده الانزيم اللي بيشتغل عليه مجموعه الازولز، ولما تعملوا انهبيشن مفيش اورجستيرول، ولما تمنع تكوين اورجستيرول الفانجاي مش م- م- مش م- م- مش ت- م- تعم- هتمنع ان تكون اورجستيرول، فتعمل كيلينج للفانجاي او تمنع تكوين الفانجاي، لانه جزء مهم جدا في الاستراكشر بتاعه الفانجاي. ده بالنسبة لأول إنزيم. الإنزيم الأولاني المفروض هو السكوالين إيبوكسيديز. السكوالين إيبوكسيديز ده بيشتغل عليه دراج اسمه تربنافين. التربنافين ده أهميته إنه التربنافين ده هو أنظر أنتي فانجل دراج اسمه جريزيوفالدين. التربنافين والجريزيوفالدين دول من أشهر دراجز اللي بيستخدمها في حالات الأونيكومايكوزيس. كنت بقول لك يعني ايه اونيكومايكوزيس؟ هو ديرماتوفايت انفكشن بيأفكت النيلز. ديرماتوفايت انفكشن بيأفكت النيلز. لقينا ان التربنافين والجريزيوفالفين بيحصل لهم كونسنتريشن في الكيراتين كونتيننج تيشوز، واللي منها النيلز. على الرغم ان بعضهم ممكن يتاخد اورالي، بس يروح يتركز ويبقى كونسنتريتد في النيلز، ويستخدمه في تريتمنت اوف اونيكومايكوزيس اللي هو الديرماتوفايت فانجل انفكشن في النيلز. وان كان بنعتبر التربنافين ده عنده هاير افيكاسي في الجريزيوفالفين في علاج الاونيكومايكوزيس، لكن تبقى عارف ان التربنافين ده بيشتغل برضو على الاورجستيرولسينثيسيس باثواي وينهبت أول إنزيم اللي اسمه سكوالين إيبوكسيديز. لكن الأهم اللي ما ينفعش تنساه اللي هتسأل عليه أكتر في كوشن بانك هو الإنزيم الثاني اللي اسمه 14 ألفا ديموسيليز، ده اللي بتشغل عليه مجموعة الأزول اللي هي very 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 high yield. طيب ده بالنسبة للاثنين اللي بيشتغلوا على الأورجستيرول سينثيسيس باثواي والتو إنزيمز الموجودين فيه. طيب بعد كده قالك يا سيدي، بعد كده بعد كده خلينا نشتغل من بره لجوه. من بره هنتكلم عن مجموعه الايكاينوكاندينز. الايكاينوكاندينز اللي احنا بقالنا فتره قاعدين بنقول عليها نيو انتي فانجل دراجز، دي اللي قلت عليها انها بتشتغل على الشوجرز دي اللي اسمها الجلوكان والكايتنز اللي تبقى موجوده في السيل وول اوف فانجاي. وبالتالي لما تمنع ان الشوجرز دي تتكون في السيل وول اوف فانجاي تمنع ريبليكيشن اوف فانجاي. اللي بيشتغل على الجلوكان والكايتن هي المجموعه دي اللي اسمها الايكاينوكاندينز اللي بقالنا فتره بنقول عليها نيو انتي فانجلز. طيب لو جيت تبص على المجموعه دي هتلاقي اسمهم فيهم كلمه فانجين فانجين فانجين. اشهرهم هو كاسبو والميوكا. الكاسبو فانجين والميوكا فانجين دول مجموعة الإيكاينوكاندينز، دول بيشتغلوا على جلوكان والقايت الموجودين في السيل وول ويمنعوا تكوينه. طيب في أناظر دراج اسمه أنيدولا فانجين، لكن الأهم هو كاسبا فانجين والميوكا فانجين. طيب عايز أقول حاجة كمان عن المجموعة دي قبل ما نسيبها، إنه في السيب 2 تلاقي إنه يقول لك إن المجموعة دي اللي اسمها الإيكاينوكاندينز اللي بيقول عليها نيو أنتي فانجلز لأنها أحدث أنتي فانجل دراجز، بيقولوا عليها مع واحد من الأزول اللي اسمه الفوريكونازول النيو أنتي فانجلز. الإيكاينوكاندينز اللي بيشتغل على الجلوكان والكايتن والفوريكونازول اللي هو أحد الأزولز، بيقولوا إن ليها دلوقتي إفيكاسي
against many severe invasive systemic fungal infection. الإفكس بتاعتها بتكون comparable, ينفع تقارنها بالإفكس بتاعت الأنفوتيرسين بي من غير الميني سيستيميك سايد إفكت بتاعت الأنفوتيرسين بي, بالذات الإنفيزيف أسبرجلوزس والكانديدينيا. النيو أنتي فانجلز دول والفوريكونازول ليهم إفكت أجينس إنفيزيف سيستيميك فانجل إفكشن, بدل قبل كده ما كانش عندنا غير الأنفوتيرسين بي بالسايد إفكت بتاعته الكتيرة. دول كمان ليهم efficacy comparable للأنفوتيرسين بي بالذات في علاج الانفيزيف أسبرجلوزس والكانديديميا. طيب ده بالنسبة للإيكاينوكايدين, أخرهم فانجين, أشهرهم الكاسبو والميوكا, كاسبو فانجين والميوكا فانجين. طيب تعال نخش على اللي بعده. اللي بعده بتأفكت السيل ممبرين انتجريتي, ده مجموعة البوليينز اللي هي مع الأزول تعتبر أشى معظم أسئلة اللي يورد على مجموعة الأنتي فانجلز وبالذات السايد إفكت بتاعتها. البوليينز تتشمل الأنفوتيرسين بي والنستاتين, اللي اتفقنا النستاتين ده بسبب كمية بسبب إنه فيري توكسيك فور سيستميك يوز معظم استخداماته بتكون لوكالي, لكن الأهم بالنسبة لي هو الأنفوتيرسين بي. إزاي بيأفكت السيل ممبرين انتجريتي؟ قالك إن البوليينز دول وبالذات الأنفوتيرسين بي بيروح على الكولس على الأربوسيرو اللي موجود ويعمل فيه تشانلز. التشانلز دي حتى ساعات عشان نسهل الحفظ بنقول أن الأنفوتيرسين تيرسين بيعمل تيرز, بيعمل تيرز, بيعمل بورز من خلال أنه بيمسك في الأربوسير اللي موجود في السلول أو فانجاي ويعمل بورز. ساعات بدل كلمة بورز نقول عليها تيرز عشان نفكرك أن الأنفوتيرسين هو اللي بيعمل تيرز في السلول, ومن خلال اللي تشانلز بيعملها دي أو البورز دي ببدأ يحصل ليكج للأيون للأيونز من الفانجاي وبدأ يحصل لها سيل لايسس. فده الميكانيزم اوف اكشن بتاعت الانفوتيرسين بي. ممكن اقول لك شويه معلومات لان الانفوتيرسين بي ده معبي اسئله كتيره في كوشن بانك, مش بس السايد افكت, لا ممكن يسالك وارد جدا على الميكانيزم اوف اكشن وحتى الميكانيزم اوف ريزيستنس. بقول لك الانفوتيرسين بي ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه معتمد وبيدبند بشكل كبير على الاماونت اوف ارجوسيرول اللي موجوده في السلول. كلما زادت الاماونت اوف ارجوسيرول في السلول اوف فانجاي كلما زادت الافيكاسي اوف انفوتيرسين بي, لان البورز دي بيعملها بعد ما يمسك في الارجوسيرول يعمل بورز يحصل ليكج الايونز يحصل سيل لايسس. ده سؤال موجود في اليورين. اقول لك حاجه, سؤال تاني ممكن اسالك في الكوشن بانك, تعرف الفانجاي بدات يديفلوب ريزيستنس ميكانيزم اوف ريزيستنس للانفوتيرسين بي ازاي؟ بدات يديفلوب ميكانيزم اوف ريزيستنس من خلال انها تقلل الاماونت اوف ارجوسيرو اللي موجوده في السلول. مش هو بيروح يمسك في الارجوسيرو يعمل تيرز يعمل بورز, طب ما انا اقلل بتشغل دماغها تقوم تقلل الاماونت اوف ارجوسيرو. أقول لك معلومة تالتة وعليها برضو سؤال في اليولد. ثانية واحدة. معظم side effects اللي بيعملها الأنفوتيرسين بي يجيب لك أي side effect بيعملها الأنفوتيرسين بي واسألك يقول لك إيه سبب side effect بتاعت الأنفوتيرسين بي, هتكون نفس الإجابة اللي أنا هقولها دلوقتي. قالك إيه سبب معظم side effect دي؟ قالك إن هو عنده specificity, الأنفوتيرسين بي ده عنده specificity إن هو ما يروح يمسك في الأربوسيرو بتاعت السلول أو فانجاي, بس لقينا ان تو ليس اكستند ويروح يمسك في الكولسيرو اللي موجود في السيل ممبرين بتاعنا احنا كهيومنز كيوكاريوتس, وده سبب السايد افكت اللي بيعملها سواء على كيدني بالذات الكيدني
وبقيه السيلز اللي بيعمل اللي بيعمل لها هارم وينتج عن ذلك ان يحصل سايد افكت. فلما يجيب لك اي سايد افكت الانفترسن بي ولا ايه تفتكر ايه السبب, هتلاقي نفس الاجابه دي ان هو تو ليسر اكستنت بيروح يمسك في السيل ممبرين كوليسترول بتاعنا ويعمل هذه السايد افكت. طيب كده اتكلمنا عن السيل وول وكلمنا عن البولينز, يبقى لنا مين؟ يبقى لنا اتنين. يبقى لنا الانتي فانجل دراجز اللي بتشغل على النيوكليك اسيد سينثيسيس اللي هي الفلوس هيتوزين, اللي ما كنا بنتكلم من شويه على كريبتوكوكال مننجيتس قلنا بستخدمه ككومبينيشن مع الانفوترسن بي عشان حتى اقلل الدوس بتاعه الانفوترسن بي واقلل فرصه ان يظهر منه سايد افكت. الفلوسايتوزين ده لما تيجي تسمع الاسم كده وانت مركز هتلاقي ان اسمه سايتوزين. الله, هو ده بريميدين انالوج؟ بريميدين انالوج. تعال بص معايا كده علشان هنتكلم في الموضوع ده اكتر من مره. احنا عندنا حاجه اسمها بيورينز وعندنا حاجه اسمها بريميدينز. عندنا نموذج في البايوكيمستري بيقول ان بيورينز بيور اس جولد. ايه البيور اس جولد؟ هو نموذج بيفكرك ان البيورينز عندنا ا اللي هو الادينين والجي اللي هو الجوانين, والبرميدين مجمعينها في كات ذا باي, باي اللي هو البرميدين بنجمعهم في نموذج اسمه كات, السي سيتوزين واليو يوراسيل والسي ساينين. اليو اللي هو اليوراسيل بتشوفه اونلي في الار ان اي, والتي اللي هو الساينين بنشوفه في الدي ان اي. طيب لما تيجي تبص بقى ان السيتوزين ده تلاقيه شبه مين من دول؟ تلاقيه شبه السي اللي هو بيرميدين انالوج. ايه الفكره؟ احنا هنتكلم النهارده في الانتي فانجل والانتي فايرال والانتي ريتروفايرال, حاجه بتشتغل من خلال انها تعشم الار ان اي او الدي ان اي بوليمريز بتاعه الفانجاي بتاعه الفايرال بتاعه الريتروفايرال, وبعد كده تغدر بيه, تعشمه وبعد كده تغدر بيه, تعشمه وبعد كده تبلطك عليه وتعمل chain termination. يعني ايه؟ يعني عندنا drugs احنا ما كنا بنفكر في ان احنا نعملها develop drugs دي, كنا عايزين لان الفكرة ان البيورينز والبرميدينز دول substrate مهمة للفيرال للفيروسس للفنجاي للريتروفيروسس اللي هو الـ HIV عشان يعمل sense للـ DNA او الـ RNA بتاعه. وبالتالي لما تطلع دراج هو شبيه لواحدة من النيتروجينس بيز دي, شبيه للسيتوزين, يقوم الار ان اي بوليمريز ينخدع او سواء ار ان اي بوليمريز او دي ان اي بوليمريز او حتى الريفرس ترانسكريبتيز بتاع الاتش اي في يقوم ينخدع فيه, يعمل له يفتكره ان هو نيتروجينس بيز يقدر يستخدمها في انه يعمل سنس للدي ان اي او الار ان اي بتاعه, ثم يكتشف بعد كده ان احنا خدعناه غدرنا بيه ان دي مش هيقدر يستخدمها ولا هيقدر بعد ما يحصل لها انكوربريشن في الدي ان اي او الار ان اي انه يكمل سنس للدي ان اي او الار ان اي, فيعمل ما يسمى بالتشين ترمينيشن, يبلطج. يعني هو يغري انه ياخد البيورين او البريميدين انالوج, هنا الفلوسيتوزين اذا بريميدين انالوج يقوم ياخدها ويعمل لها انكوربريشن في الجينوم بتاعه, وبعد كده تبلطق عليه تقول له خلاص ما عادش فيه, تعمل ترمينيشن, تعمل ما يسمى بالتشين ترمينيشن, تمنع تكوين الدي ان اي والار ان اي. فدي بنقول عليها انها بتشتغل من خلال انها تعمل نيوكليك اسيد سينثيسيس. يتبقى لي اخر واحد واللي اسمه اجريزيوفالفين. اجريزيوفالفين ده بيشتغل على ايه؟ قال لك بيشتغل على المايكروتوبيولز. هنعرف برضه في البايوكيمستري انه عمليه الميتوزس الانقسام الميتوزي اللي من خلاله سيل بتنقسم الى تو سيلز بيحتاج ان يتكون حاجه اسمها ميتوتيك سبندل. الميتوتيك سبندل ده اللي من خلاله بعد كده كل سيل بتاخد كروموسوم الخاص بيها. الميتوتيك سبندل ده عشان يتكون محتاج الى حاجه اسمها مايكروتوبيولز. هنبقى هنعرف ايه المايكروتوبيولز في مايكروبسري. فاجريسوفالفين ده لما يشتغل على المايكروتوبيول مفيش ميتوتيك سبندل, مفيش ميتوزس, وبالتالي يأفكت الريبليكيشن بتاعت الفانجاي. ممكن أقول لك شوية معلومات عن إجريزيو فالفين بعد لما تعرف إنه بينهبت الميتوزس. أول معلومة إنه تبقى عارف إنه ما ينفعش
تدي الجريزيوفالفين ده لواحده حامل. ليه؟ لان ما ينفعش واحده بريجننت بتكون في بطنها، بتكون في الرحم بتاعها نيو هيومن بينج معتمد في تكوينه على الميتوزس وتدي له حاجه انهبت الميتوزس. ده مش بس كده، ده بنعتبره تراتوجينيك اند كارسينوجينيك، لانه برضه بيشتغل على الميتوزس، ففي بعض الاحيان بيكون كارسينوجينك يساعد على ان يديفلوب كانسرز. معلومه كمان انا قلتها المحاضره اللي فاتت، انه قلت لك ان معظم الانتي ميكروبيالز اللي ليها دراج انتر اكشن، واشهر دراج بيجيبوه يحصل معاه دراج انتر اكشن والورفرين والسايفيلين، كنت بقول لك انه تقريبا كلهم هيكونوا سيتوكروم بي 450 انهبيتورز، ما عدا اتنين. واحد شرحناه في نهايه المحاضره اللي فاتت واحنا بنتكلم عن الانتي تيبركل دراجز، كان الريفامبين. ما تقوليش ريفامايسين، قول لي ريفامبين. الريفامبين هو اللي بيامبليفاي، لكن الريفامبيوتين نوت، وده السبب احنا بنستخدم الريفامبيوتين في ادميشن عندهم اتش اي في عشان افويد الدراج انتر اكشن. طيب تاني واحد مين هو ده بقى اللي بقى لنا؟ هو الجريزيوفالفين. فممكن يجيب لك الجريزيوفالفين مع كيس اوف دراج انتر اكشن وسيتوكروم بي 450 انديوسر. طيب الجريزيوفالفين زي التربنافين بنستخدمه بالذات في الدرماتوفايت انفكشن اوف نيلز، ويعتبر التربنافين سوبيريور عن الجريزيوفالفين. الجريزيوفالفين تافويد في واحده بريجننت لانه تراتوجينيك، هو تراتوجينيك اند كارسينوجينيك. طيب تعال بقى نشرح كل مجموعه لوحدها. اول مجموعه اتكلم عنها هي مجموعه البوليينز، اكتر مجموعه مع مجموعه الازولز عليها اسئله في الكويشن بانك فيما يخص الانتي فانجل دراكس. قلت لك ان البوليينز تو دراكس، الاشهر طبعا هو الانفوتروسين بي والنستاتين. قلت لك النستاتين ده مش عايز تعرف عنه غير معلومه واحده، ان هو تو سيستميك فور تو توكسيك فور سيستميك يوز، وبالتالي معظم استخدامنا ليه معظم استخدامنا فيه بيكون لوكال. طيب قلت لك ان الانفوترسين بي هو اللي بيسال في كوشن بانك، يسال سايد افكت للاشهر ميكانيزم اوف اكشن، ميكانيزم اوف ريزيستنس، يسالك عن اي حاجه تخص الانفوترسين بي. قلت لك ان الانفوترسين بي ده اللي بيعمل تيرز. بيعمل تيرز ازاي؟ انه بيمسك في الاورجوسيرول، والإفكاس بتاعته ديبندنت على الأماونت أوف أورجوسيرول الموجودة في الفانجاي، ويعمل فيها تيرز، يعمل فيها هولز، يحصل ليكج للأيون فيحصل سيل لايسس. وبالتالي الميكانيزم أوف ريزيستنس اللي ممكن يحصل إن الفانجاي تبدأ تقلل الأماونت أوف أورجوسيرول. طيب قلنا لوكالايز فانجل انفكشن أزولز سيريس سيستميك فانجل انفكشن الأنفوترسين بي. قلنا حاجه تخص الفارماكوكاينيتكس بتاعته، ان للاسف عنده بور سي ان اس بنتريشن، فلو حبينا ان نزود التركيز بتاعه في سي ان اس نستخدمه انتراسيكالي، او نستخدمه مع انظر لاج عنده جود سي ان اس بنتريشن اللي هو الفلوسيتوزين، وده اللي بنعمله في البيشنت عندهم كريبتوكوكال منجايتس. بنستخدم الاثنين كومباينيشن لمده اسبوع عشان ما اضطرش ان انا استخدم الانفوترسين بي بتوكسيك دوز تزود ظهور السايد افكت عند هذا البيشنت. طيب اي سايد افكت هيجيبه لك من السايد افكت الاتيه اللي كل واحد فيهم سؤال ممكن يسالك في كوشن بانك، يجي يسالك ايه السبب؟ هتقول له تو سام ديجري بيمسك في اور سيل ممبرين كوليسترول فينتج عن ذلك هذه السايد افكت. طيب اول سايد افكت هتكلم عنه عليه سؤال في اليورد، بنقول عليه اكيوت انفيوجن ريليتد رياكشن. اكيوت infusion related reaction، واضح كده ان هو reaction بيحصل للبيشنت اللي بتديله amphotericin B، وهذا reaction is related للinfusion of amphotericin B. usually هذا reaction بنشوفه مع الانيشال دوز وانت لسه بتبتدي تديله الامفوتيرسين بي، وبيبدا يقل فرصه حدوثه مع السبسيكوينت دوز، وبيظهر اكتر لو انت اديت للبيشنت الانفيوجن رابيدلي. وبالتالي من ضمن الحاجات اللي بننصح فيها مع استخدام الامفوتيرسين بي، انت لما تيجي تديه سلولي، وممكن تقلل من ظهور هذه الاعراض او تقلل من حدتها من خلال ان تدي الامفوتيرسين بي سلولي مع حاجتين، تدي للبيشنت انتي فايروتكس وتدي للبيشنت انتي هيستامينكس. لان هذا الرياكشن بيكون في صوره ان البيشنت يجي له سخونيه، يجي له شيلز ورايجر، يبقى عنده
يبقى عنده شيلز ورايجورز ويبدأ يقل الضغط بتاعه ويحصل له هايبو تنشن. ممكن تقلل ظهور هذه السيمتومز او تقلل حدتها من خلال ان انت تدي البيشنت الدراج سلولي انفيوشن سلولي وتدي معاه او قبلها تدي قبلها بري تريتمنت ويز انتي بايريتكس اند انتي هيستامينكس. طيب طيب فده سايد افكت مهم وعليه سؤال في اليورت. قبل ما اتكلم عن التو سايد افكت اللي برضو مهمين وعليهم اسئله في اليورت، تعال نخلص الاثنين دول بالمره وان كانوا دول اقل في الاهميه من حيث الاسئله اللي بتسال في الكوشن بانك. انه تعرف ان الانفوترسن بي من ضمن المشاكل اللي بيعملها انه بيعمل انيميا. ليه؟ لانه بيروح، خد بالك انه لما تيجي تبص تلاقي انه في معظم السايد افكت بتاعه الانفوترسن بي وحاطط عينه على الكلى، بيحب الكلاوي، بيحب الكيدني، معظم مشاكله بتكون نتيجة إن هو بيروح يشتغل على كوليسترول جوه السيل ممبرين اوف ذا كيدني، وبالذات كمان الرينال تبيولز. فتيجي تبص تلاقي إن هو من ضمن المشاكل اللي بيعملها نتيجة إن هو منمر على الكلى، إنه بيروح يعمل سبريشن للريليز اوف رينال إريثروبيتين، البروتين اللي بيطلع من الكلى وبيساعد على الإريثروبيسيس، بيساعد ان يكون خلايا الدم الحمراء الريد الار بي سيز او ريد بلاد سيلز، فبيعمل انيميا نتيجه انه بيعمل سبريشن للرينال إريثروبيتين. طيب ايه اهميه الكلمه دي او ايه اهميه المعلومه دي؟ انه انا لسه متكلم دلوقتي انه من اشهر الكيس اللي بيجيبها في كوشن بانك هو بيشنت عنده اتش اي في وسلو سي دي 4 كاونت ودخل في كريبتوكوكال مننجايتس. فوارد جدا انه بيكون ان انت تبدا معاه انتي ريتروفيروس ثيرابي وهو دلوقتي محتاج الى الانفوترسن بي، والانفوترسن بي بيعمل انيميا نتيجه ان هو بيعمل سبريشن للرينال إريثروبيسيس. هنتكلم في الانتي ريتروفيروس ثيرابي انه من اشهر مجموعات الانتي ريتروفيروس دراجز حاجه اسمها النيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز. انت بتستخدم في علاج البشر عندهم اتش اي في، في الانتي ريتروفيروس ثيرابي بتاخد اثنين من النيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز دي، واحده من مجموعه اسمها انتجريز انهيبيتورز. الجايد لاينز بتقول لك كده. فمن ضمن الريفرس النيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز هنشرحها في نهايه المحاضره دراج اسمه زيدوفيتين، ده من اشهرهم، ده الدراج اللي اتكلمنا عنه في البروفلاكسس لوحده حامل وعندها اتش اي في عشان تقلل الريسك ان ابنها يجي له اتش اي في. هنقول ان زيدوفيتين ده معروف عنه ان بيعمل بون مارو سبريشن، فتاخد بالك من الكومباينيشن ده، تحاول تو افويد هذا الكومباينيشن عشان البيشنت ما يخشش منك في سيفير انيميا. ان انت البيشنت تبدا تمشي على انتي ريتروفيروس ثيرابي زي الزيروفيدين اللي مشهور عنه بيعمل انيميا نتيجه البون مارو سبريشن، وتروح تديله كمان انفوترسن بي. في هذه الحاله انت تدخل البيشنت في سيفير انيميا. ففي الحاله زي دي انت مضطر تستخدم انفوترسن بي بسبب الكريبتوكوكال منجايتس، حاول تستخدم حاجه تانية غير الزيدوفيدين عشان تافويد السيفير انيميا. طيب سايد افكت كمان اسمه ثرومبوثرومبايتس، يعني بيحصل انفلاميشن في المكان اللي انت عملت فيه انجكشن الانفوترسن بي. وبرده الفيرست ايد زي ما قال لك ان الانفوترسن بيعمل تيرز في السيل وول، بيقول لك برضو الانفوترسن اس انفوترابل. انفوترابل عايز يقول لك انه بيعمل انفلاميشن في المكان اللي عملت فيه انجكشن في الفين، ده اسمه ثرومبوفلوبايتس. لكن مع معلومه الاكيوت انفيوجن ريليتد رياكشن، في بقى الاثنين المهمين واللي بيحبوهم جدا 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 في كوشن بانك اللي لازم تبقى عارف في ستيب 1 وستيب 2، ان انت طالما بدات انفوترسن بي مع بيشنت نتيجة وعنده سيستميك فانجل انفكشن، لازم تبقى عارف انت بالذات اول اسبوع هتحتاج ان انت تعمل له مونيتورنج لحاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ الحاجتين دول سببهم ان هو بيحب الكلاوي، بيحب الكلى. الحاجه الاولانيه انت تعمل له رينال فانكشن تيست. ليه؟ لانه لقينا بيعمل دوز ديبندنت نيفروتوكسيستي. الريسك دي بتشوفها اكتر لو اديت لبيشنت الانفوترسن بي بدوز عاليه، او اللي هو اصلا عنده مشاكل في الكلى وانت ما انتش عارف اي حاجه تخص السايد افكت بتاعته ورحت اديت له الانفوترسن بي او اديت له اللارج دوز. وبرده من ضمن الحاجات اللي ذكرت في الاكسبريشن بتاعت اللي قلت، قال لك برده لما يتاخد اي في انفيوجن. المهم انه بيعمل دوز ديبندنت نيفروتوكسيستي، بيقلل الجلوميريال فلتريشن ريت، بيقلل البلازما فلو اللي بيوصل للكيدني، ويقلل الجي اف ار اللي هو الجلوميريال فلتريشن ريت.
وبالتالي مطلوب منك انت تعمل مونيتورنج للبيشنت اللي هتديله انفيدرسن بي لحاجتين. الحاجه الاولانيه هو كيدني فانكشن تيست، لو لقيت عنده بي يو ان اند كريات عاليين تعرف انه بدا يحصل لوز ديبندنت نيفروتوكسيستي. الحاجه الثانيه اللي هتعملها مونيتورنج هو هتعمل مونيتورنج للالكترولايت بالذات البوتاسيوم والمغنيسيوم. ايه سبب الهايبوكاليميا والهايبومغنيسيميا؟ اللي بيعملها الانفوتيرسين بي برضه شغله على الكلى، انه هو بيروح برضه يعمل توكسيسيا على الرينال تيبيولز ويزود الرينال اكسكريشن وبوتاسيوم اند مغنيسيوم. وبالتالي بالذات اول اسبوع انت ممكن تحتاج يوميا في اول اسبوع تعمل تطلب للبيشنت الكترولايت وتعمل له ديلي ريبليسمنت لو حصل هايبوكاليميا اند هايبومغنيسيميا. طيب ده بالنسبه ل دي بالنسبه للانفوتروسين بي، واضح كده ان معظم الحاجات اللي انا قلتها كلها هاي ييلد بسال في الكوشن مارك. النستاتين ده تو توكسيك فور سيستميك يوز، نفس الميكانيزم اوف اكشن، استخدامه معظمها في كريمات بتستخدم لوكالي للاطفال اللي عندهم دايبرش والكانديدال والفاجينال كانديدايسيس. طيب خلصنا مجموعة البوليينز، تعال نخش في تاني أشهر مجموعة كأنتي فانجلز هي مجموعة الأسولز. الحمد لله دول سهلين مش محتاج أن أنا أحفظهم واحد واحد، لأنه أول ما هلاقي دراج أخره أو السافكس بتاعه أزول بعرف على طول أن ده تبع مجموعة الأزول. قلنا أن الأزول والتربنافين دول بيشتغلوا على إيه؟ التارجت بتاعهم إيه؟ الإجابة الأورجوسيرول. الأزول بيشتغل على مين؟ قلت لك إنه لو هتنسى الإسكوالين إبوكسيديز ما تنساش أرجوك الفورتين ألفا ديمسيليز، ده اللي بيشتغل عليها مجموعة الأزولز. لوكالي عند السيريوس سيستميك فانجل إنفكشن بالإضافة في الفانجل من جهة سكريبتوكوكا من جهة بتضطر تستخدم الفلوكونازول لأن ده اللي عنده بيقدر يعمل بريتيش للسي إس إف بتستخدمه مينتنس ثيرابي لمدة سنة. طيب احنا في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن دراجز بتشتغل كسيتوكروم بي 450 انهبيتورز، ممكن تفكرني بيهم، ممكن تفكرني بالسيتوكروم بي 450 انهبيتورز اللي شرحناهم في المحاضره اللي فاتت. قلنا واحد مش مشهور او ان هو يجيبوا لك في الكوشن بانك كدراج رياكشن عشان ما يخليكش تاخد بالك او تقول ده هم بيستخدموه اليو اس وكلورامفينيكول، لكن الاشهر كانت مجموعه الماكرولايدز الاريثرومايسين اكاليريثرومايسين ار سيتوكروم بي 450 انهبيتورز. وبالتالي لما يقللوا السيتوكروم بي 450 بيقللوا الميتابوليزم اوف ذا دراج زي حاجه زي الورفرين، وبالتالي يبقى موجود بتوكسيك دوز، وبالتالي وبيستخدم كانتي كواجلانت يجيلك البيشنت بي هيمرج، ممكن يقول لك انه عنده سيريبرال هيمرج. عرف لي ان بعد مجموعه الماكرولايدز في اسئله الدراج رياكشن مع الورفرين بتتسال مع مجموعه الازولز، فممكن يقول لك ان البيشنت بياخد وورفرين كبروفلاكسس لتي في تي او بالمونري امبوليزم، وبياخد اي واحد من نجمات الازولز ديو تو فانجل انفكشن. فتبقى عارف زي ما اتفقنا اي انتي ميكروبيوس هنذكره هيبقى انهبيتور مع اثنين الريفامبين والجريزيوفالفين. طيب اعرف المعلومه دي ونرجع ناكد عليها تاني في الاندوكرينولوجي، انه مجموعه الازولز وبالذات الكيتو وبالذات الكيتو كلازول دول بيعملوا بيشتغلوا على الستيرويد سينسس بصوي ويقللوا السينسس اوف ستيرويد. طيب ايه مشكله الكلام ده؟ ان السكس هرمونز بتاعتك وبالذات سواء ميلز او فيميلز، لكن بالذات الميلز دي من خلالها بنعمل سينس دي السكس هرمونز زي التستوستيرون. فيقول لك ان الميل عنده ديكريز للليبيدو، بدا يظهر عنده غاينيكوماسيا نتيجه ان بقى عنده خلل امبالانس في نسبه الاستروجين والبروجستيرون. الاستروجين بدا يشتغل على الجلاندر تيشو اوف ذا بريست وبدا يحصل بريست انلارجمنت وبقى عنده غاينيكوماسيا. وبالنسبه للفيميل هيقل عندها برضه الليبيدو اللي هي السكشوال ديزاير ويحصل عندها منسترول ايريجولاريتيز. اعرف كمان عن مجموعه الازولز دي انها بتعمل شويه ليفر ديسفانكشن وممكن البيشنت يبقى عنده اليفيشن للليفر انزيمز. طيب ده بالنسبه لاهم مجموعتين الانفوتيرسين بي ومجموعه الازولز. بعد كده نخش على البريميدينز. بريميدين انالوج الفلوسيتوزين. اعرف عن الفلوسيتوزين ده انه بتديه البيشنت بيكون الاول في صوره برو دراج، بعد كده ما يخش جوه الفانجس من خلال انزيم
ليه دي امينيز اكتيفيتي، فايرال دي امينيز، فايرال سيتوزين دي امينيز اكتيفيتي، يحول فلو سيتوزين ده الى 5 فلورو يوراسيل، يتخم الـ 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 يتخم الفانجل الفانجل بوليمريز ويعمل له انكوربريشن سواء في الدي ان اي او ار ان اي، وبعد كده هو يبدا يبلطج ويقول لك يلا مفيش هنا سينسس للدي ان اي ولا ار ان اي، يعمل تشين تيرمينيشن. طيب اتكلمنا عن استخدامه مع الافوتريسن بي في كريبتوكوكال نيفرومانز كريبتوكوكال مننجيتس. اعرف كمان ان البريميدين ده بيعمل كسايد افكت، بيعمل بون مارو سايبريشن لانه بريميدين انالوج، فبرضه بيأفكت الرابدي ديفايدنج سيلز الموجوده في البون مارو، ممكن يعمل بون مارو سوبريشن. التربنافين، التربنافين ده اتكلمنا عنه فين؟ اتكلمنا عنه في الارجوسير البصري، ده اللي بيشتغل على الاوكسيد الاوكسيد الاوكسيديز سكوالين اوكسيديز، وقلنا ان استخدامه في الاوريكومايكوزس ويعتبر سوبيريور عن الجراسيوفالفين في تريتمنت اوف اوريكومايكوزس. بعد كده الايكاينوكاندينز اللي بقالنا سنين قاعدين بنقول النيو انتي فانجلز، اخرهم كلمه فانجين، اشهرهم الكاسبو والميوكا، بنستخدمهم لكن هم مع الفوريكونازول واحد من الازولز، بقى دلوقتي كومبارابل للانفوتروسين بي في تريتمنت اوف ميني سيستميك اند انفيزيف فانجل انفكشن. الجراسيوفالفين، أجريسيوفالفين ده بيشتغل على الميكروتوبيول، مفيش ميتوتيك سبندل ينهبت الميتوزس، على الرغم انت تستخدمه أورالي لكن هو عارف هو رايح فين، بحصل له كونسنتريشن في النيلز ويستخدمه في التريتمنت اوف اونكومايكوزس. ولأنه بيشتغل على الميتوزس تيك كير، في واحدة بريجننت ما ينفعش تديها في الجريسيوفالفين ده تراتوجينيك ونفس الوقت كمان كارسينوجينيك، وقلنا ان جريزيوفالفين مع الريفامبين دول اللي في الانتي ميكروبيلز هنقول ان هم سيتوكروم بي 450 انديوسرز، فلو واحده بتاخد اوركوتوسيت بيلز ممكن تحمل لو هي بتاخد اوركوتوسيت بيلز مع جريزيوفالفين او ريفامبين، او ممكن بتاخد وورفرين فور تريتمنت اوف دي في تي او بالمونري امبوليزم، تخش في دي في تي وبالمونري امبوليزم عادي بسبب انه موجود بسب ثيرابيوتيك ليفل. طيب هنعيد بقى كل الكلام ده بسرعه كده على البي دي اف، هتلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه، الاربعه هم موجودين اهم، مش اربعه هم اكتر. الانفوتيرسين بي قلنا انه بيمسك في الاوربسير ويعمل بورس، يحصل ليكج للايون ويحصل سيل لايسس، والإفكس بتاعته ديبندنت على كمية الأربوسيرول اللي موجودة، وبالتالي الفانجس بدأ يفهم الكلام ده وبدأ يقلل يديفولب ميكانيزم اوف ريسيستنس من خلال انه يقلل اماونت اوف أربوسيرول. بنستخدمه في السيروس سيستميك فانجل انفكشن، واتفقنا مننجيتس بنستخدمه كومباينيشن مع الفلوسيتوزين لمدة اسبوع وتكمل سنة بالفلوكونازول. اما تيجي تدي حاول تدي سلو اي في انفيوجن عشان تافويد هذا الانفيوجن ريلي اكوت انفيوجن ريليتد رياكشن، اللي لما تدي سلولي وتدي مع بريفلي ووز انتي باراتيك انتي هيستامينكس تقلل ظهور هذه السايد افكت او تقلل من حدتها، اللي بتكون في صوره فيفر رايجرز شيلز وبيكون معاها هايبوتنشن. لكن اشهر حاجه بسال في كوشن بانك موضوع ان هو منمر ومنشن على كيدني، فتحتاج ان انت تعمل مونيتورنج لحاجتين، مونيتورنج للرينال فانكشن تلاقي بي يو ان اند كريات عالي، او تيجي تبص تلاقي الالكترولايت البوتاسيوم والمغنيسيوم ار لو، والبوتاسيوم والمغنيسيوم برضه ليهم علاقه على كيدني لو بيأفكت الرينال تيبيولز بيزود اللص وبوتاسيوم اند مغنيسيوم. تيك كير في بيشنت عنده اتش اي في، لما تيجي تدي له انفوتيرسين بي اللي هو كمان بياخد زيروفيتين، لما تدي له انفوتيرسين بي هيجي له سيفير انيميا، فحاول تدور على اي نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور غير الزيروفيتين. بيعمل انفلاميشن في المكان اللي اتعملت فيه انجكشن فيما يسمى بالثرومبوفلايتس، هتحتاج تعمل مونيتورنج لحاجتين، الحاجتين دول هما كيدني فانكشن والالكترولايت بالذات اول اسبوع، ممكن تضطر انت تعملها ديلي مع ديلي ريبليسمنت، لان احنا بنتكلم عن هايبوكاليميا اللي تعتبر فيتال بسبب انها ممكن تعمل اريسميا. اما الفانجس بدا يدرك الكلام ده، بدا يقلل الاماونت اوف اورجستيرول اللي موجوده في السيمبرين. انستاتين تو تاكس فور سيستميك يوز، وبنستخدمه يوجوالي في صوره لوكالايز لوكال دراج. ازولز سهله في حفظها، انت مش بتحفظ، هتدور على السافكس اللي اخره كلمه
أزول. بيشتغلوا على إيه؟ بيشتغلوا على البصوية بتاع الأوروستيرول 14 ألفا دي مصيليز. وقلنا الفلوكونازول هو الوحيد اللي بيعدي سي ان اس، وده السبب احنا بنستخدمه في المينتنس ثيرابي اوف كريبتوكوكال مينجايتس. وقلنا ان مجموعه الازول تاتي بعد مجموعه الماكرولايتس في موضوع البي 450 انزيم انهبيتورز، ويجي لك مع دراج رياكشن سواء سيوفيلين او وفرين. ما تنساش انه بتشتغل على الستيرويد سنس بصوي ويقلل الستيرويد، بالذات الكيتو كيتوكونازول، وده ليه تاثيره سواء على الميلز او الفيميلز. الفرس ايه قالك الميكانيزم اوف ريسيستنس بالنسبه لمواد الازولز، انه الفانجاي بدات انها اما يحصل انتري للازولز جوه الفانجس تبدا تطرده بره، تبدا تعمل افلكس للانتي فانجل اوت سايد السيلز. الفلوسايتوزين اتفقنا ده بريميدين انالوج من خلال انزيم موجود في الفيروس اسمه فانجل سايتوزين دي امينيز، يتحول الى 5-فلورويروسيل، يعشم البولومريز ان يحصل له انكوربريشن سواء في الدي ان اي او الار ان اي، وبعد كده يعمل تشين ترمينيشن. قلنا ان بنستخدمه برضه في سيستميك فانجل انفكشن، وكلمنا عن موضوع كريبتوكوكل، وقلنا لانه بريميدين انالوج وده مهم في تكوين الدي ان اي، في ساعات يعمل انفكشن للرابيد ديفايدنج سيلز الموجوده في البون مارو، ممكن يعمل بون مارو سبريشن. التربنافين بيشتغل على سكوالين ايبوكسيديز، وبنستخدمه في تريتمنت اوف اونكوميكوزس، واعتبر سوبيرور عن الجريزوفالفين، بس الايفكت بتاعته مش قد كده. الكاينوكاندينز اللي عليها نيو انتي فانجلز دي بتشتغل على جلوكان والكايتنز، وتقلل السنس او جلوكان اند كايتنز في السلول. واتفقنا انه دلوقتي بقينا بنقول ان ليها افكت كومبارابل للانفوتروسين بي في ميني سيستميك سايد افكت. التوكسيسيتي بتاعتها برضه السايد افكت بتاعتها يعني ما فيهاش اي حاجه مهمه ممكن ان انت تقراها. جريزوفالفين قلنا دول بيشتغل على الميكروتوبيول، ينهبت الميكروتوبيول فينهبت الميتوتيك سبندل فينهبت الميتوزس، على الرغم ان هو بيتاخد اور لكنه بيروح يعمل له كونسنتريشن في النيلز، وبنستخدمه في اونكوميكوزس. وقلنا لانه بينهبت الميتوزس ما ينفعش واحده حامل تاخده تراتوجينيك كارسينوجينيك، بالاضافه ان ده مع الريفامبين بيشتغلوا كسيتوكروم بي 450 انديوسرز. طيب قبل ما اخلص الجزء اللي باقي ده كده بسرعه، الجزء بتاع الانتي بروتوزول، لو حد عنده اي سؤال يسال قبل ما نبتدي نخلص الجزء بتاع الانتي بروتوزول ده بسرعه. الفلو سيتوزين يا دكتورة ندى، سيتوزين ده برمدين أنالوج. البرمدين أنالوج وكذلك البيورينز أنالوجز اللي هنتكلم عنها، هنقول إنها بتخدع وتعشم البولومريز بتاعت الفنجاي بتاعت الفيروسز بتاعت الريترو فيروسز، لغاية ما ياخدها ويصدمها وكأنها سبستريت زيها زي أي بيورين أند برمدين موجودة. لكن أول ما تنخدع فيه تبدأ هي تبلطج وتعمل سنس او دي ان اي اند ار ان اي ترمينيشن، فيما يسبب الشين ترمينيشن. ليه؟ لانه معظم معظم البريبيدينز والبيورينز انالوجز اللي احنا بنستخدمها بعملينها كيميكال موديفيكيشن، اما يحصل لها انكوربريشن في الدي ان اي او ار ان اي توقف الدي ان اي او الار ان اي سنسس، ده اسمه تشين ترمينيشن، وده ميكانيزم هتشتغل بيه كمان اكتر من انتي فايرال انتي ريترو فايرال دراجز هنتكلم عنهم كمان شويه. يمكن الموضوع كمان هيبقى اسهل لما ندرس بايو كيمستري، الموضوع هيبقى اسهل في الفهم. الانتي بروتوزون سيرابي كلها حاجات شرحناها قبل كده، يعني خلاص لسه المحاضره فاتت المره ما اعرفش كام بنتكلم فيها استخدام المترنتزول، قلنا انه هو مش بس انروبس بلو دايفرام، لا ده انزيم موجود في الفانجس. دكتوره كنوز ده انزيم موجود في الفانجاي،
ده انزيم موجود في الفانجس مهم عشان يتكون الاورجوسيرول. اتكلمنا على الميترونيدازول وقلنا ان هو مش بس الروبس والدايفرام، قلنا ليه استخدامات اخرى من ضمنها ده الفيرست لاين في السيرومبرنس كولايتس، استخدامه اورالي في السيرومبرنس كولايتس، وقلنا ان ليه انتي بروتوزوال افكت زي الاميبا زي الجيارديا زي تريكومونس، وحتى كلمنا كمان عن الجاردينيلا، بس الجاردينيلا ما هيش انتي بروتوزوال، ده دي بكتيريا جرام فاريبل بكتيريا. طيب اتكلمنا عن التوكسوبلازما، وقلنا التوكسوبلازما سواء في تريتمنت ابرفلاكسس هتلاقي كومبينيشن بتاعت السلفامزازول تريمزبريم. الليشمانيا اتكلمنا عنها برضو في الباراسيتولوجي، وقلنا بنستخدم حاجه اسمها صوديوم السيبوجلوميت. والتريبانوزوما اتكلمنا عن حاجه اسمها نوفيتروماكس وارسينيكلز. كل الكلام يعني اهم حاجه هو الميترونيدازول مع التوكسوبلازما الليشمانيا والتريبانوزوما، يعني يا ما هتشوفهمش يعني يا اما كل فين وفين، اما تشوفه في كوشن بانك بس ما لهمش اسئله في ايلي وولد. الانتي هيلمنسك ثيرابي برضه لما جينا نتكلم عن البارازايتس جينا نتكلم على الانتستين نيمدودز، قلنا هتلاقي اغلى لو حاب يجيب لك هتلاقي يا اما البندازول يا اما ميبندازول، البندازول او ميبندازول. والتريمدودز قلنا حاجه اسمها برازي كوانتل. وبعد كده اتكلمنا عن الملاريا، قلنا ان الملاريا دي التارجت بتاعها هو البلد، وقلنا ان التريتمنت اوف ملاريا بيعتمد على حسب انت بتتكلم عن الملاريا موجوده في انهي جزء من العالم. يعني مثلا في منطقه زي افريقيا من كتر ما الموست كومن سترين موجوده في افريقيا هي الفالسي بارم اللي مشهور عنها الريسيستنس للكلوروكوين، بين عليها على انها كلوروكوين ريسيستنت، لكن في هناك اماكن اخرى من العالم اندمج فيها الملاريا ويكون سنسيتيف للكلوروكوين وبيستخدموها او يستخدموا كلوروكوين عادي كفيرست لاين. فلو هي اتفقنا لو على حسب هي سنسيتيف ولا ريزيستنت، لو هي سنسيتيف هتستخدم كلوروكوين، طالما هي سنسيتيف انت تروح تستخدم الدراج اللي احنا سايبينه الحالات الريزيستنت ليه، تبدا تديفلوب منه كمان ريزيستنس وتستخدم كلوروكوين. وقلنا لو كانت فيفاكس او اوفال اللي كان بتقدر تنام وتنعس في الليفر اللي كانت بتعمل هيبنوسايتس في الليفر كنا بنستخدم الكلوروكوين مع البريماكوين. طيب في حاله كان ريزيستنت، قال لك في ريزيستنت عندنا حاجه زي الميفلوكوين، عندنا حاجه زي الاتوفاكون وبرجوانيل، عندنا حاجات تانية كمان بالمناسبه حاجه اسمها ارتسانيت، عندنا حاجه اسمها كونين، يمكن الاشهر هما الميفلوكوين والاتوفاكون والبرجوانيل، دول بنستخدمهم في تريتمنت اوف ملاريا اللي بيكون ريزيستنت للكلوروكوين. وقلنا برضو ان في سؤال من كود في الولد على موضوع البروفلاكسس، لو واحد مواطن من اليو اس راح مكان معروف ان هو اندمج بالملاريا المفروض بنتعامل معه ازاي. مش بس مواطن في اليو اس على فكره، احنا عندنا في مصر بنعمل الكلام ده، والناس اللي راحت الكاميرون في كاس الامم الافريقيه ما اعرفش كانت اللي هم كسبونا فيها دي في النهائي اللي قبل اللي فاتت، كان اللي بيروح الكاميرون كان بياخد برضو التطعيم بتاع كان بياخد بروفلاكسس بتاعت الملاريا اللي هي في صوره حاجه اسمها اللي هي في صورة ميفلوكوين. واتفقنا المفروض الصح انه مش بياخد جرعة وقبل بيروح وخلاص، لا ده هو بيفضل ياخد الدراج ده اللي اسمه ميفلوكوين حتى بعد رجوعه يفضل مكمل لمدة 4 أسابيع يعني مدة شهر. ليه؟ لأن الهيبنوسايتس اللي بتنعس الليفر دي ممكن يحصل لها الديفولب لغاية 4 أسابيع بعد ما يحصل الانفكشن، فالمفروض يفضل مكمل على الميفلوكوين لمدة 4 أسابيع أو لمدة شهر بعد رجوع أو ريتيرن من الإنديميك إيريا. ما تنساش إنه المحاضرة اللي فاتت أنا أكدت أكتر من مرة، وحتى لو المعلومة دي لسه ما ثبتتش في دماغك أنا كده كده هتكلم عن الجزء ده تاني في البايوكيمستري وكمان في الهيماتولوجي، وأنا بتكلم عن جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز إنزيم أنيميا الفول دي. قلنا انه ساعات يجيبها لك مع بيشنت بياخد دراجز معروف عنها انها بتزود الاكسديتيف فريز اكسديتيف ستريس، كان من اشهرها السلفا، كان من اشهرها التريتمنت اوف ليبرسي اللي هو الدابسون، والثالث اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ممكن يجيب لك بيشنت عنده جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدريشن ديفيشنسي ودخل في اكيوت اتاك من الهيمولايزس وبقى دلوقتي عنده سيفير انيميا نتيجه انه اخذ انتي مالاريا دراج، لان انتي مالاريا دراجز البفلوكوين والكلوروكوين معروف عنها انها بتزود الاكسديتيف ستريس. طيب من ضمن برضو السايد افكت بتاعت الكلوروكوين او الانتي مالاريا دراجز وبالذات الكونيدين
سوري بالذات الكوينين والكوينيدين، انه بتعمل حاجه اسمها سينكونيزم. ايه هو السينكونيزم؟ قال لك السينكونيزم هو عباره عن باثولوجيكال سيمتومز بتكون في صوره تينيتس، يحس بطنين في ودانه، في بعض الاحيان تأفكت كمان الهيرنج، في بعض الاحيان يحس ان هو عنده فورتايجو ويحس ان الدنيا بتدور بيه وديزنس، وفي بعض الاحيان يكون معاه كمان نوزيا وفوميتنج، وبنسميها سينكونيزم لان دي اعراض بنشوفها مع ميني دراج اللي بيكونوا ديرايفد من المستخلص من نبات اسمه سينكونا بلانت. سينكونا بلانت ده الدراجز اللي احنا طلعناها منه بنشوف معاها سينكونيزم، واللي منها مجموعه الكوينينز وحتى الكوينيدينز اللي هنتكلم عنها كانتي اريثمو دراج في الكارديو، هنقول برضو ان انت ممكن تشوف معاها سينكونيزم. ايه العام المشترك ما بين كل دول؟ انهم مستخلصين من نفس النبات، فبنشوف هذا السايد افكت مع جزء كبير منهم. طيب الكلوروكوين ده اللي احنا قاعدين بنتكلم عنه دلوقتي، بنقول كلوروكوين سنسيف وكلوروكوين ريسيستنت. ممكن نقول عليه كلمتين كده بسرعه. ممكن نقول عليه كلمتين ان ازاي الكلوروكوين ده بيبقى توكسيك للملاريا وبيستخدمه في تريتمنت اوف ملاريا. الاجابه قال لك انه الملاريا دي مفروض انها بتنفكت مين؟ مش التارجت بتاعها الاربسيس، والاربسيس دي موجود فيها هيموجلوبين، والهيموجلوبين ده من اسمه مشتق، يعني اسمه متقسم الى جزئين هيم وجلوبين. قال لك الهيم الموجود في الهيموجلوبين استوكسيك للملاريا، وبالتالي محتاج علشان تقدر تعيش في وجود هذا الهيم انه تعمل له ديتوكسيفيكيشن، وده بيحصل من خلال انزيم موجود جواها بتحول الهيم الى هيموزين، الى هيموزاين، بتحول الهيم الى هيموزاين لانها محتاجه انها تعمل ديتوكسيفيكيشن للهيم ده، لانه بالنسبه لها استوكسيك ومش تقدر تعيش في وجود الهيم. طيب امال احنا عاملين ايه؟ امال احنا جايين على الانزيم اللي بيعمل ديتوكسيفيكيشن للهيم وقمنا عاملين له انهبيشن من خلال الكلوروكوين. ايه اللي احنا عملناه دلوقتي؟ اللي احنا عملناه ان احنا مزودين الهيم جوه الملاريا، وما تزيد الهيم هو توكسيك بالنسبه لها، فبنستخدمه في تريتمنت اوف ملاريا. طيب خلاص بقى الجزء اللي جاي ده هو الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه فوق. ممكن بس اقول لك انه الميكانيزم اوف ريزيستنس اللي طلعته بقى الملاريا، مش احنا بنقول ان في كلوروكوين ريزيستنت بالذات في افريقيا؟ الميكانيزم اوف ريزيستنس اللي طلع الميكانيزم اوف ريزيستنس اللي طلعته الملاريا انها برضو بامب اللي يخش من الكلوروكوين تطرده بره، تعمل له افلكس اوتسايد السيل. طيب ادفرس افكت، بيعمل ريتينوباسي، بالاضافه انه بيعمل بورايتس، ولان بورايتس ده مشهور اكتر مع الدارك سكيند انديفيدوالز، الناس اللي بطبيعتها او لون بشرتهم داكن دارك سكيند انديفيدوالز بيعمل لهم بورايتس. لكن السايد افكت اللي ممكن تعرفه عنه مش البورايتس، لا بيعمل ريتينوباسي، واصلا معلوش اسئله في كوشن بانك، ولو شفت سؤال على كروكوين في كوشن بانك هتشوف على الميكانيزم اوف اكشن بتاعه انه بيقلل ديتوكسيفيكيشن اوف هيم، فيزيد الهيم فيعمل توكسيستي للملاريا. الهيم از توكسيك تو ملاريا. طيب في نهايه الباراسيتولوجي اتكلمنا عن الجرب والامل، وقلنا ان الفيرست لاين في علاج الجرب والامل دراج ممكن تفكرني بيه كان اسمه ايه؟ كان اسمه البرمسرين. طيب حد فاكر السكند لاين؟ والسكند لاين ده قلت لك انه من ضمن التجارب البشريه على الحيوانات البشريه اللي عملناها وكانت موجوده عندنا في البروتوكول المصري في علاج الكورونا، ان احنا استخدمنا علاج الجرب ده اللي هو الايفيرمستين في تريتمنت اوف كورونا، وكان ناس كتير عندها اعتراض وطلعوا قالوا بعد كده ان هو نوت بيتر زان البلاسيبو ونونسنس تريتمنت، في مع ان احنا قعدنا فتره طويله نستخدمه في البروتوكول بتاع الكورونا. الفيرست لاين هو البرمسرين، ودي معلومة احنا متفقين عليها. قلنا البرمسرين او الايفيرمستين او غيرهم دول كلهم بيشتغلوا على الامل والجرب من خلال نيوروتوكسيستي، يعملوا باراليسيس لي اللاوس او السيركوبتس ويحصل لها دس. طيب النيوروتوكسيستي دي بقى من خلال انها بتشتغل على انهي ايونز
حد فاكر برمسرين ده كان بيشتغل على انهي ايونز؟ الصوديوم. طيب الايفرمسين كان بيشتغل على انهي شانلز؟ الكلورايد. قالك عندنا كمان اتنين بيعملوا نيوروتوكسيستي ممكن تعرفه كده فوق البيع. الملاسيون ده اصلا نشرحه في الجنرال في المقال، شو احنا بنتكلم عن جزء الاوتونوميك نيرفس سيستم، هنقول ان ده يعتبر اورجانو فوسفورس كومباوند، وشوف حتى احنا بنتكلم عن ايه، وهو اصلا يعتبر انسكتيسايد مبيد للحشرات. فهو بيعمل مبيد للحشرات ازاي؟ من خلال الكلام اللي احنا بنقوله، بيعمل نيوروتوكسيستي. بس النيوروتوكسيستي بتاعته ازاي؟ هنتكلم في جزء الاوتونوميك عن النيورو، عن النيورو ماسكولار جانكشن، اللي هو الجانكشن ما بين النيرف اللي بيغذي العضله عشان تعمل كونتراكشن. هنقول اللي بيحصل ريليس الاسايكلين، والاسايكلين ده يمسك في الريسبتورز عشان المصل يحصل لها كونتراكشن، وبيكسر الاسايكلين في النيورومسكولار جانكشن ده حاجه اسمها الاسايكلين السيريز، الانزيم اللي بيكسر الاسايكلين. المالاسايون ده اللي هو الاورجان فوسفورس كومباوند دي بيتشارك الاسايكلين السيريز انهبيتر، فتزود الاسايكلين بكميات كبيره في النيورومسكولار جانكشن، فيعمل نيوروتوكسيسيتي للانسكت ويصدم كانسكتيسايد. فده بيعمل نيوروتوكسيستي من خلال انه انهبت الانزيم اللي بيكسر الاستيركولين، فيحصل نيوروتوكسيستي للانسكت ويصادف كانسكتسايد. قال لك عندنا انذر دراج اسمه لندين. قال لك اللندين ده بيعمل نيوروتوكسيستي من خلال المفروض ان احنا عندنا تو نيوروترانسميترز، واحد انهبيتري واحد اكسيتاتري. اشهر الانهبيتري هو جابا، واشهر اكسيتاتري هو الجلوتاميت. المفروض يكون ما بينهم بالانس. طيب انا لما اشتغل على الانهبيتري واعمل له انهبيشن، هسيب الاكسيتاتوري شغال لوحده ان اوبوز، فيعمل للانسكت نيوروتوكسيستي، وبرضه بيعمل نيوروتوكسيستي من خلال هذا الميكانيزم، انه يعمل بلوكينج للانهبيتري نيوروترانسميتر اللي اسمه الجابا. طيب كده خلصنا الانتي فنجل. حد عنده اي اسئله؟ انتي فيروس ربي. الصوره بتاعت الفيروس ايه متقسمه الى نصين، نص يمين ونص شمال. النص اليمين هنتكلم فيه عن الانتي فيرال دراجز، دول هنبتدي بيه، والجزء الثاني هنتكلم عن الانتي ريتروفيرال دراجز، دراجز اللي بيستخدمها في تريتمنت اوف اتش اي في. النص الثاني ده بيتكلم عن اللايف سايكل لمعظم الفيروسز، انه فيروس عشان يعمل انفكشن الهوست سيلز بيجي الأول يعمل attachment للهوست سيلز، سواء كان enveloped هيعمل attach بالانفلوب بتاعه، أو كان non-enveloped naked virus هيمسك ويعمل attach بالكبسل بتاعه، يعمل attachment وبعد كده يعمل penetration. بعد كده يحصل له uncoating، الانفلوب بتاعه ده يقلعه، على عكس مثلا ال HIV بيحصل له uncoating وهو بيحصل له penetration، لكن هنا بيحصل له انكوتينج وبعد كده يعمل ريليز للفيرال جينوم بتاعه. على حسب الفيرال جينوم ده، هل هو دبل ستراند دي ان اي، هل هو ار ان اي، وان كان ار ان اي هل هو بوزيتيف سنس ولا نيجاتيف سنس. لو كان نيجاتيف سنس هنضطر نحوله لبوزيتيف سنس، وبعد كده يستغل الماشين الريبوزومز انها تعمل له فيرال بروتينز مع الفيرال جينوم بتاعه، يبدا يعمل اسامبلي لنيو فيروسز، والنيو فيروس دي بعد كده يبدأ يحصل لها ريليز عشان تروح تعمل انفكشن للأذر هوست سيلز. طيب زي الفل. أما نيجي نتكلم بقى عن الدراجز اللي استخدمها كأنتي فيرال سيرابي أو أنتي فيرال دراجز، لما نيجي نتكلم عن الانتي فيرال دراجز هنلاقي انه اول مجموعه موجوده هنا
هي مجموعة الانترفيرون، ودي مش هنتكلم عنها دلوقتي، دي هننهي بيها المحاضرة واحنا بنتكلم على تريتمنت اوف هيباتيتس سي فيروس. هنقول ان احنا قعدنا فترة طويلة وبالذات عندنا هنا في مصر، بما اننا احنا رقم واحد في العالم من حيث الهيباتيتس كيسز اوف هيباتيتس سي فيروس، وخصوصا ان احنا عندنا اسوأ سيروتايب واسوأ سب سيروتايب اللي بيكون ريسيستنت للاسف للانترفيرون، وقعدنا فترة طويلة ما حلتناش غير الانترفيرون وريبا فايرن. الانترفيرون اللي ممكن بيشنت عنده هباتيتس سي، احنا قلنا مشكلة الهباتيتس سي هو كروناستي، يعني البيشنت ممكن يقعد فترة طويلة لغاية ما يجي له بص هباتيتس سي كوليسيروسس، او للأسف في أسوأ الحالات هباتيتس كارسينوما، ممكن ما يكونش فيه سيمبتومز. فانت ما تيجي تعالجه بقى بتريتمنت في هباتيتس سي اللي كان متاح وكان افيلابل في الوقت ده زي الانترفيرون، البيشنت في بعض الأحيان كان أكتر شكوى ممكن تسمعها منهم إنه يقول لك أنا بدأت أحس بتعب غير ما مشيت على الانترفيرون، أنا ما كانش عندي مشكلة، لكن المشكلة كانت تظهر له بعد كده لما يخش في سيروسس أو هبات سيرو كارسينوما. بس في نفس الوقت ده اللي كان متاح، الانترفيرون مع الريبا فايرن، ودول ما كانوش بيعملوا كومبليت إراديكيشن للهباتيتس سي لغاية ما طلع بعد كده النيو أنتي هباتيتس سي دراجز زي اللي كان المصري اللي كان موجود عندنا في مصر والسوفالتي، أو الأمريكي اللي كنت بتسمع أيامها في فترتها، يقول لك واحد يقول لك أنا باخد السوفالتي، واحد يقول لك أنا باخد الأمريكي مستورده من أمريكا اللي هو الهارفوني. ده كان عبارة عن ميكس ما بين حاجتين هنتكلم عنهم دلوقتي. المهم إن اللي كان متاح وكان افيلابل فترة طويلة، وللأسف السايد افكت بتاعته تخلي بعض الأحيان البيشنت يقول لك أنا مش عايز أمشي على الدراج ده هو الانترفيرون، بيعمل منه النون سبيسيفيك سيمبتومز، يخلي البيشنت متضايق وقرفان منه، يعمل مايالجيا تكسير في عضلاته كلها، عضلات جسمه كلها، ساعات يعمل أرثرالجيا، يعمل نيتروبينيا، فممكن يزود الريسك ان يحصل له انفكشن. مين النانس بسبب سيمتومز بتخلي البيشنت اللي ماشيه على انترفيرون بالذات اللي يمشي عليه فتره طويله يكره انه مشي على انترفيرون. طيب الانترفيرون دي لما نيجي نتكلم عنها هنقول بتشتغل ازاي؟ هنقول ان دي اصلا نيتشر سينثيتك بروتين الجسم، نورمالي سينثيتك بروتين الجسم بتاعنا هو بيكونها، احنا طلعنا الانترفيرون بناء على حاجه لقيناها جسمنا هو اللي بيعملها، انه لقينا ان لما يبقى فيه سيل انفكتد بالفيروسز تطلع كيميكال مسج هي بقى الانترفيرون دي للنيبرنج سيلز، تقول لها خدي وضع الاستعداد، عايزك تبقي واخده وضع الاستعداد تبقى موجوده في انتي فايرال اند انتي تيومر ستيت. فتبعت الكيميكال مسج للنيبرنج سيلز دي من خلالها زي الانترفيرون، وتخلي النيبرنج سيلز تبدأ تديفولوب أنتي فيرال أنتي فيرال سيت، ويبقى عندها كاركترستس هنا في إنها ريسيستنت فيرال إنفكشن. فقدرنا إحنا بقى إن إحنا نعمل سينثيتك إنترفيرون، عندنا إنترفيرون ألفا وإنترفيرون بيتا وإنترفيرون جاما، هنعرف كمان شوية اللي بيستخدموا في تريتمنت هباتيتس بي أند هباتيتس سي هو الإنترفيرون ألفا. الإنترفيرون بيتا ده هنتكلم عنه في المسكرو سكريتال واحنا بنتكلم عن المالتيبل سكلروزس، والانترفيرون جاما ده هيبقى مؤجل للنولجي بنستخدمه في علاج واحد من الاميون ديفيشنسي ديزيزز، حاجه اسمها كرونيك جرانيوليوماتوس ديزيز. وبما اننا قلت دلوقتي ان الانترفيرون دي لقيناها بتروح على النيبرنج سيلز تخليها في انتي فايرال اند انتي تيومر ستيت، طب ايه المانع ما هنستخدمها كمان في تريتمنت لوعات الكانسرز؟ فلقينا ان الانترفيرون الفا ده اللي بنستخدمه في تريتمنت هباتيتس بي اند سي بنستخدمه برضه في تريتمنت اوف لاكثر من كانسر، منهم الميلانوما، منهم الهيروسيلوكيميا، على اعتبار انها بتخلي السيلز فيها كاركترستيك تخليها في انتي تيومر ستيت. ده بالنسبه لاول حاجه اللي هو الانترفيرون. طيب لكن اللي يهمني اكتر هو المجموعه دي، هي دي المجموعه المهمه بالنسبه لي كانتي فيرال ثيرابي. المجموعه اللي بتشتغل على النيوكليك اسيد سينثيسس، هتيجي تبص هتلاقي ان في حاجه اسمها جوانسين انالوج، وحاجه اسمها فيرال دي ان اي بلومريز انهيبيتور بيشتغلوا من خلال تو ديفرنت ميكانيزم، وجوانين نيوكليوتايد سينثيسس انهيبيتورز اللي هو الريبا فيرن. عشان قلت لك دلوقتي اللي كان افيلبل لسنين طويلة في علاج الهباتيتس سي هو ريبا فيرن والانترفيرون، اتفقنا الانترفيرون ده
فكرته ان احنا لقينا ان الباري بتاعنا هو اللي بيعمل كده، فاحنا بدأنا نمامك اللي بيعمله الجسم. الريبوفيرين ده اما نيجي نتكلم عنه كمان شويه هنقول ان ليه تو فورم، مونوفوسفوريليتد فورم و ترايفوسفوريليتد فورم. مونوفوسفوريليتد بيبقى مضاف ليه 1 فوسفيت، والترايفوسفوريت بيبقى مضاف ليه 3 فوسفيت. المونوفوسفوريت الفورم ده بشكل مباشر دايركتلي يروح يشتغل على على البولومريز بتاع الهيباتيتس سي، ومنع ان يحصل ومنع ان يحصل ترانسكريبشن. ده بيشتغل دايركتلي على الهيباتيتس سي بوليمريز. لكن الترايفوسفوريت فورم لما اجي اتكلم عنه هقول انه بيشتغل بقى على الجوانين، جوانين نوكلوتايد، بيعمل ديبليشن للجوانين. ازاي؟ هنعرف الصوره بتاعه الولد. يبقى انا كده اتكلمت على الانترفيرون، وكلمت عن الانترفيرون، وكلمت عن الريبوفيرين اللي هم اصلا مش موضوع دلوقتي، دول هنشرحهم مع تريتمنت في الهيباتيتس سي. تعال بقى نركز في موضوعنا دلوقتي اللي هو الانتي فايرال دراجز. نيوكليوسايد نيوكليك اسيد سنس، اتكلمنا عن جوانوزين انالوج، وكلمنا عن فايرال دي ان اي بوليمريز انهبيترز، تو ديفرنت ميكانيزم. تعال بقى ركز معايا في الكلمتين اللي انا هقولهم دلوقتي، الكلمتين اللي انا هقولهم دلوقتي عشان الكلام ده هيفضل مكمل معانا لغايه نهايه المحاضره، لان بنفس الميكانيزم ده في دراجز انتي ريتروفايرال دراجز اللي اسمها النيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز بتشتغل بنفس الكونسبت. طيب لما تيجي تبص هنا في الصوره دي اللي جايبها لك من الولد، هتلاقي انه في اكتر مجموعه من الانتي فايرال اند ريتروفايرال دراجز في النهايه بيشتغلوا من خلال انهم يعملوا انهبيشن للدي ان اي بالمريز اوف فايروسز، وفي النهايه بيشتغلوا بالميكانيزم اللي انا قلت عليه اللي هو التشين تيرمينيشن. بس هناك بعض الاختلافات، الاختلافات دي عشان تفهمها محتاج ان انا اسبق شويه لبعض الكلام البايوكيمستري اللي ممكن يكون بعضكم عنده فكره عنه. ان هناك فرق ما بين ان انا اقول لك حاجه اسمها النيوكليوسايد بالاس والنيوكليوتايد بالتي. في فرق ما بين النيوكليوسايد والنيوكليوتايد. النيوكليوسايد هو عباره عن نيتروجينس سبيسز من اللي احنا اتكلمنا عنها دي، سواء بنتكلم عن بيورينز، البيورينز اتفقنا بيور اس جولد اللي هو الادينين والجوانين، او بيرميدينز اللي هو سيتوزين يوراسيل سايمين، كل دول بيقول عليهم نيتروجينس سبيسز. نيتروجينس سبيسز دي لما تجيب تضيف عليه تجيب شوجر وتضيفها على نيتروجينس سبيس ده اللي يعمل لك نيوكليوسايد. نيتروجينس سبيس مع شوجر في عدم وجود فوسفيت جيبوا عليها نيوكليوسايد. الشجر اللي هتضيفه ده ممكن يكون ريبوز وممكن يكون دي أوكس ريبوز. ريبوز لما يكون الشجر ريبوز ده اللي بنقولها ده اللي بيخش في تركيب الار ان اي. هل تعلم ان الار ان اي واختصار لرايبو نيوكليك اسيد لان الشجر بتاعه بيكون ريبوز؟ وهل تعلم ان دي ان اي سمي بهذا الاسم لان الريبوز بتاعه دي اوكسي ريبوز، دي اوكسي ريبوز شجر؟ طيب ده اللي اسمها النيوكليوسايد. النيوكليوتايد ده تفرق ايه عن النيوكليوسايد؟ ان النيوكليوتايد هي عباره عن نيوتريشن سبيس شوغر سواء ريبوس او دي اكس ريبوس بس شابك فيها فوسفيت. اما يكون الفوسفيت اللي شابك فيها 1 فوسفيت هنقول عليها نيوكليوتايد، نيوكليوتايد مونوفوسفيت. 2 فوسفيت بقى نيوكليوتايد داي فوسفيت، داي يعني 2. وما يكون 3 فوسفيت أصبح اسمها نيوكليوتايد ترايفوسفيت. ولازم تبقى عارف أنه الدي ان اي والار ان اي سنس زي ما نعرف البايوكيمستري هو عبارة عن أن النيوكليوتايد دي بتضاف من خلال الدي ان اي بالمريز. الدي ان اي بالمريز بيقرأ من 3 ل 5 ويبني من 5 ل 3، بيبني من 5 ل 3 ويستخدم السبستريت اللي بيبني بيها هذه النيوكليوتايد. أما يجي الدي ان اي بالمريز يبني بيستخدم ترايفوسفيت ولا مونوفوسفيت؟ الإجابة بيستخدم الترايفوسفيت. ليه؟ لأنه دي ان اي بوليمريز لما بيجي يشبك النيوكليوتايد اللي موجودة دي مع النيوكليوتايد الجديد اللي هيضيفها بيشبكها من خلال بوند اسمها فوسفودايستر بوند. الفوسفودايستر بوند دي الانرجي بتاعتها جايبها منين؟ من خلال الترايفوسفيت دي، هي اللي مسؤولة عن الانرجي اللي بيستغلها دي ان اي بوليمريز عشان يكون الفوسفودايستر بوند.
معلومه كمان يعني لو عرفتها يبقى كويس برضه تخص البايوكيمستري، ان دايما الدي ان اي بوليميريز هو قاعد بيضيف النقلات ناحيه 3، محتاج ان 3 برايم دي يكون فيها فري هيدروكسي جروب عشان يضيف النيو نيكلوتايد وبدا يشبكها مع النيكلوتايد الموجوده بفوسفو داي استر بوند. طيب فهمت الكلام ده؟ تعالى بقى نتكلم عن الكلام اللي يلزمنا كفارما، انه لقينا مجموعه من الدراجز انتي فايرال دراجز بتشتغل على البولوبريز وتعمل تشين ترمينيشن، بس بتكون في صوره نيوكليوزايد يعني عباره عن نيتروجين سبيس، نيتروجين سبيس ماسك فيها شجر وزود فوسفيت. بس احنا اتفقنا انه علشان الدي ان اي بولوميريز يحصل له تشين ترمينيشن لازم يتخم فيها الاول، وعشان يتخم فيها لازم تكون في صوره نيوكليوتايد، مش بس كده لازم تكون في صوره نيوكليوتايد تراي فوسفيت، يعني النيوكليوزايد لوحدها ما يتخمش، لازم عشان تخمه وتديله نيوكليوسايد انالوج عشان تديله بيورين او بيرمدين انالوج يتخم فيها ويعمل لها انكوربريشن في الدي ان اي بتاعه، ثم يكتشف بعد كده ما هيش هي دي والدنيا تقف وحصلت شين ترمينيشن، محتاج انها تكون في صوره نيوكليوتايد تراي فوسفيت. اذا الدراجز اللي انا هديها دي اللي تعتبر من اشهر الانتي فايرال دراجز اللي انت تعرفها وهتستخدمها الاسايكلوفير، هتلاحظ ان كلهم اخرهم سايكلوفير، واحد اسايكلوفير، فالا سايكلوفير، فام سايكلوفير، وجان سايكلوفير، كل دول بنعتبرهم نيوكليوسايد انالوج. بنقول على نيوكليوسايد انالوج دي فايرال ديبندنت نيوكليوسايد انالوج. لماذا سميت فايرال ديبندنت؟ لانه علشان تبقى ترايفوسفيت نيوكليوتايد يتخم فيها الدي ان اي بولوميريز ويعمل لها انكوربوريشن وبعد كده يحصل تشين ترمينيشن، لازم يبقى موجود فايرال انزيم. هذا الفايرال انزيم هو عباره عن فايرال كاينيز، فايرال انزيم في صوره فايرال كاينيز. الفايرال كاينيز ده هياخد النيوكليوسايد دي عباره عن نيتروجين سبيس وشجر من غير فوسفات ويضيف لها اول فوسفاته. طيب وتاني وتالت فوسفاته؟ قال لك التاني والتالت فوسفاته دول من خلال كاينيز بس موجود فينا احنا، هوس سيل او سيل كاينيز، ضل هيضيف الفوسفاته التانيه والفوسفاته التالته، اصبحت دلوقتي ايه؟ اتحولت من نيوكليوسايد الى ايه؟ الى تراي فوسفيت نيوكليوتايد. يقوم الدي ان اي بوليميريز يتخم ياخدها يعملها انكوربريشن، ثم يكتشف انه غلط، بس بعد فوات الاوان فيحصل تشين ترمينيشن. فدول بنقول عليهم فايرال ديبندنت نيوكليوسايد، دي اشهر مجموعه انتي فايرال بنستخدمها كلينيكالي، اخرهم سايكلوفير، ا فالا فام جان سايكلوفير. طيب اديك شويه معلومات عن المجموعه دي اللي هي فايرال ديبندنت نيوكليوسايد. تعال يا سيدي، اول معلومه هقولها لك انه الدراج اللي تلاقي في بدايته كلمة فالا، تعرف انه الفالا ده بيستخدم كبرود درج، بيستخدم برود درج يحصل له اكتيفيشن لسه جوه الجسم، والفالا طلعناها كبرود درجز عشان نزود الاورال بايو افيلابيليتي، يعني الاورال بايو افيلابيليتي ان انت ما بتاخد درج مثلا اورالي مش كله بيوصل للبلد، جزء كبير منه بيهدر وما بيوصلش للبلد نتيجه ان بيحصل حاجه اسمها فيرست باس ميتابوليزم في الليفر، فدي اسمها اورال بايو افيلابيليتي. انت ممكن تزود الجزء اللي بيوصل للبلد من خلال شويه موديفيكيشن كده عملناها، فاللي تلاقيه اوله فالا اعرف ان ده برود درج. ده اول معلومه. تاني معلومه انه اما نيجي نتكلم عن الثلاثه دول، الاسايكلوفير، الفالاسايكلوفير، الفام سايكلوفير، هنقول انهم ريلايبل في تريتمنت اوف هيربس سيمبلكس فيروس والفارسيلا سوستر فيروس، عندهم ليهم ويك اكتيفيتي اجينست الايبشتاين بار فيروس، لكن ما عندهمش افيكاسي اجينست السيتوميجالو فيروس. امال مين اللي يقدر على السيتوميجالو فيروس؟ مين اللي عنده سيتوميجالو فيروس انفكشن اديله انهي انتي فيرال دراجز؟ اقول لك هتدي مين؟ هتدي الجن اللي فيهم. الجن ده هو اللي يقدر على اللي باقي مش قادر، اللي مش قادر عليه الباقي هيقدر عليه لانه جن. الجان سايكلوفير هو ده الجن اللي هيقدر على السيتوميجالو فيروس. فالجان سايكلوفير
ده اللي يقدر على السيتوميجالو فيروس انفكشن، الباقي ما بيكونش افكتيف في تريتمنت اوف سيتوميجالو فيروس. طيب ده اللي عايز تعرفه دلوقتي عن المجموعه دي اللي اسمها الفيرال ديبندنت نيوكليوسايد. طيب اللي بعد كده، اللي بعد كده المجموعه دي اللي بنقول عليها نيوكليوتايدز، هنا زايدز هنا تايدز. الله، يعني معنى الكلام ده ان دي فيها فوسفاتة ممكن تحتاج الهوز السيلقينيز ان يوصلها للترايفوسفيت وعلى طول يحصل لها انكوربريشن في الدي ان ايه ويحصل تشين ترمينيشن. الإجابة صح. هتلاقي طيب انا احفظ ازاي اللي بنعتبرهم نيوكليوتايد دول؟ قال لك اللي بنعتبرهم نيوكليوتايد مش محتاجين. هتلاحظ اللي بنعتبرهم نيوكليوتايد دول ايه؟ ان ما همش فايرال ديبندنت، ما همش محتاجين الى الفايرال كاينيز، بيحتاجوا اونلي السيل كاينيز، نو نيد للفايرال كاينيزس في النيوكليوتايد. طيب تيجي تبص بتحفظهم ازاي، هتلاقي اخرهم كلمه فوفير، عندنا اتنين سيدو وتينو. التينو فوفير ده بنعتبره اكتر انتي ريتروفايرال بنستخدمه في تريتمنت اوف اتش اي في، لكن السيدو فوفير بنستخدمه كانتي فايرال دراج. هقول لك دلوقتي الاستخدام الاشهر ليه في ايكويشن بانك، بس الاخر فوفير هيكون نيوكليوتايد انالوج، يحصل له كوربريشن، يقدم يحصل تشين ترمينيشن. طيب قلت لك ان التينو فيفير ده بنضمه مع مجموعه الانتي ريتروفايرال، اما السيدو فيفير ده مع انصر دراج اسمه فوسكارنت. تعال بص كده، سيدو فيفير ودراج تاني اسمه فوسكارنت في الرسمه اللي احنا كنا بنبص عليها من شويه. هتيجي تبص هتلاقي سيدو فيفير وفوسكارنت دول بيشتغلوا على دي ان اي بولوميريز وعملوا له انهبيشن بطريقتين مختلفين. السيدو فيفير وانت عرفت ان ده نيوكليوتايد انالوج، يحصل له انكوربريشن ويعمل تشين ترمينيشن. طب الفوسكارنت، قال لك الفوسكارنت انت خلاص حفظت السيدو فيفير ده نيوكليوتايد انالوج، لان اتفقنا ان اخره سافكس فوفير ده نيوكليوتايد انالوج. طيب الفوسكارنت قال لك اللي بيبتدي بالفوس ده، هتحفظ انه اللي بيبتدي بالفوس الفوسكارنت ده عباره عن فوسفيت انالوج، باير فوسفيت انالوج، بيروح يمسك في بايروفوسفيت بايننج سايت موجود في الفيرال دي ان ايه بلومريز، ويمنع يعمل برضه ويعمل انهيبيشن للدي ان ايه بلومريز، وبرضه يؤدي يحصل تشين ترمينيشن. يبقى تاني السيدو فيفير والفوسكارنت دول بيشتغلوا على دي ان ايه بلومريز وعملوا له انهيبيشن بطريقتين مختلفين. واحد هو اوريدي نيوكليوتايد انالوج مش محتاج الى فيرال كينيسيس، يحصل له انكربريشن وينهيبيت الدي ان ايه بلومريز انزيم. والفوسكارنت الفوس از بايروفوسفيت انالوج، الفوس بايروفوسفيت انالوج، ويمسك في بايروفوسفيت باينج سايت موجود في الدي ان اي بوليمريز ويعمل تشين ترمينيشن. طيب المعلومات اللي عايز تعرفها دلوقتي كلينيكالي، انه في بعض الحالات وبالذات بنشوفها مع الاتش اي في اللي ممكن يجي لهم ريبيتد انفكشن بالهربس والفاريسيلا والسيتوميجالو فيروس، تبدا تبقى ريزيستنت. اللي كنا بنقول ان هم افكتيف في تريتمنت اوف هربس سيمبلكس فيروس والفاريزيلا سيستر اللي هو الاسايكلوفير فالاسايكلوفير فام سايكلوفير، الهربس سيمبلكس فيروس والفاريزيلا سيستر فيروس ساعات تبقى ريزيستنت ليهم وما تبقاش افكتيف، الدراجز ما تبقاش افكتيف في تريتمنت اوف هربس ولا الفاريزيلا. مش بس كده، مش اذا عنده اتش اي في لما ممكن بالذات الاتش اي في يكونوا ات ريسك ان عندهم انفكشن بالسيتوميجالو فيروس الريزيستنت اللي كنا بنقول عليه الجن، ريزيستنت للجان سايكلوفير. طيب العامل المشترك ما بين الجن واخواته ايه؟ ان كلهم كانوا بيحتاجوا لمين؟ كلهم كانوا بيحتاجوا للفيروس، كلهم كانوا بيحتاجوا الى الفيرال كاينيز، ده احنا سميناهم فيرال ديبندنت نيوكليوسايد. انت تعرف لما الفيروس تبدا تديفلوب ميكانيزم ليهم كانت بتعمل ايه؟ كان بتعمل ميوتيشن لهذا الفيرال كاينيز، وبالتالي لو في مشكله الفيرال كاينيز مفيش فوسفوريليشن للفيروس للانتي فيرال دراكس دي، ف يبدا يديفلوب ميكانيزم اوف ريزيستنس.
طيب في الحالات اللي زي دي هستخدم ايه؟ ادور على نزل انظر انتي فايرال دراج ما كنتش محتاج فيه الى الفايرال كينيز. زي مين؟ زي الاثنين دول، السيلوفير والفوسكارنت. السيلوفير والفوسكارنت لما تشوفهم في كوشن بانك سبون وسبتوه هيجيبهم لك، مع بيش انت اصبح عنده ريسيستنت لاستخدام الانتي فايرال دراجز اللي احنا عارفينها دي اللي هي النيوكلوسايد انالوج في تريتمنت اوف هربس هربس فيروسس او الفيروسيلا او حتى الجان سايكلوفير مع سايتومجال فيروس. هدور على انذر ميكانيزم ما يكونش بيحتاج الى الفيرال كينيزس زي النيوكلوتايد انالوج واللي بيشتغل على الباير فوسفيد بايننج سايد وانهبيت الدي ان اي بوليميريز، الفوسكارنت والسيلوفير. طيب عشان يبقى خلصنا الجزء ده كله، السيل ديبندنت نيوكلوسايد، اما نيجي نتكلم عن الانتي ريتروفايرال دراجز اللي بنستخدمها في تريتمنت اوف اتش اي في، هنقول انه الجايد لاينز بتقول دلوقتي احنا بنستخدم 2 نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز بلس 1 حاجه اسمها انتجريز انهبيتورز. النيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز استخدمها في تريتمنت اوف اتش اي في بتعمل نفس الفكره دي، بس لما بتروح تنهبت بوليميريز بتنهبت اللي بنسميه الريفرس ترانسكريبتيز انزيم، وبرضه يعتبروا اسمهم نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور، يعني هم نيوكلوسايد انالوج وتروح تعمل انهبيشن للريفرس ترانسكريبتيز انزيم اوف اتش اي في. بس الفكره ان هم اختلفوا عن الفوق دول ايه؟ ان الفوق دول كانوا محتاجين الى فيرال كينيزس، دول مش محتاجين فيرال كينيزس، على طول هو السيل كينيز هي اللي بتضيف كل الفوسفات بتاعهم وتحولها الى نيوكلوتايد، يحصل لهم انكوربريشن، يحصل لهم انكوربريشن في الدي ان ايه ويعملوا تشين ترمينيشن. ده بالنسبه للدراجز اللي بتشتغل من خلال اللي هم النيوكلوسايد انالوج فايرال ديبندنت نيوكلوسايد انالوج، ودراجز اللي بتشتغل على الدي ان ايه والامبريا سواء كان نيوكلوتايد انالوج او بايروفوسفيت انالوج بتمسك في البايروفوسفيت بايننج سايت. طيب يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي دراجز بتستخدمها في تريتمنت اوف انفلونزا بنعتبرها نيورومينيديز انهبيتورز. نيورومينيديز انهبيتورز، فاكر فاكر لما كنا بنتكلم عن الانفلونزا وكنا بنقول ان موجود في الانفلونزا تو جلايكوبروتين حاجه اسمها هيموجلوتينين وحاجه اسمها نيورومينيديز، وانا بنقول الهيموجلوتينين مسؤول على البايننج انه يمسك في السيريك اسيد الموجود في السيل ممبرين بتاعه السيلز عشان يبدا يعمل اتاتشمنت وبنتريشن، وكنا بنقول ان في انذر جلايكوبروتين اسمه نيورومينيديز المسؤول عن كليبنج اوف سالك اسر عشان يحصل ريليز للفيروسز الانفلونزا فيروس ويحمل انفكشن الامور الامور قوس سيلز. فبنيجي عن انزيم المسؤول عن الريليز اوف فيروسز اسمه نيورومينيديز ده وطلعنا نيورومينيديز انهبيتورز اللي هو مجموعه الاوسلتيمافير والزانامافير. تسمع عن درج ساعات بعضكم بياخدوا في الانفلونزا اللي هو التاميفلو. التاميفلو ده لو جيت تبص عليه هتلاقي موجود عليه اوسلتيمافير. الاوسلتيمافير والزانامافير هم نيورومينيديز انهبيتورز لما بنستخدمهم في الانفلونزا سواء بروفلاكسس او تريتمنت بيعملوا شورتنج للديوريشن بالذات لما تستخدموا اي دي. دول بيشتغلوا ازاي؟ ان هم يقللوا الريليز اوف فيروس ويقللوا ان هو يعمل انفكشن لاذر هوست سيلز من خلال ان هم بيشتغلوا على النيورومينيديز يشتغلوا كنيورومينيديز انهبيتورز. طيب كده انا شرحت الرسمه بتاعت الفيرست ايد، تعالى بقى بسرعه نعدي على كل مجموعه لوحدها. اول مجموعه هنعدي عليها هي مجموعه السايكلوفير، اسايكلوفير، فام سايكلوفير، فالا سايكلوفير، كل دول فايرال ديبندنت نيوكلوسايد انالوج. هما نيوكلوسايد محتاجين يحصل لهم فوسفوليشن او الفوسفات من الفيروس والباقي من الهوست سيلز، لكنهم محتاجين الى الفيرال كينيز. الفالا سايكلوفير، اما تلاقي كلمه فالا اعرف ان هو برو دراج
يعني احنا عندنا تو فالا بالمناسبه، بس المعلومه دي ما تنسمعش، عندنا فالا للاسيكلوفير وبرو دراج للاسيكلوفير وذ بيتر باي افيرابيلتي، وعندنا انظر فالا للجان سيكلوفير، فالا كان سيكلوفير وبرو دراج للجان سيكلوفير وذ بيتر باي افيرابيلتي، وبتاخد اورالي. الاسيكلوفير بتاخد اورالي، ممكن تاخد اي في، روت اوف ادمنستريشن ما تلزمكش قوي. عرفنا ان هم بيستخدموا في تريتمنت اوف هربس والفاريسيلا، وليهم ويك اكتيفيتي اجينست الابشتاين بار فيروس، لكن ما ينفعش يجيب لك فايرال انفكشن ديوتو ساتوميجالو فيروس وتختار اي حاجه تانية غير الجن، الا لو هو قال لك ان كان بيرسيستنت للجن، ساعتها اختار السيدوفير او الفوسكارنت. طيب تعال بقى للسايد افكت بتاعت الاسيكلوفير دي، بيحبوها برضو جدا في كوز شمبانك زيها بالظبط زي السايد افكت بتاعت الانفوترسن بي. اول سايد افكت هنتكلم عنه وبنعتبره ان هو بريفنتبل سايد افكت، وسايد افكت كان وارد جدا ان انت تمنع حدوثه لو انت كنت عديت على الفارماكولوجي وعرفت معلومه انه الاسيكلوفير اما بنيجي نديه بنعمل جود هيدريشن للبيشنت. ليه؟ لان الاسيكلوفير السوليوبيليتي بتاعته مش قد كده، ولانه السوليوبيليتي بتاعته عنده لو سوليوبيليتي بيروح للكيدني ويحصل له كريستاليزيشن في الكيدني ويكون كريستلز. الكريستلز دي بيكون ليها او بتعمل ما يسمى بالاوبستراكتيف نفروباثي، بتعمل بتأفكت الرينال تيبيولز بتاعت الكيدني وممكن تعمل البيشنت ده اكيوت رينال فيلير. هذا سايد افكت كان ايزلي بي بريفنتد من خلال ان تدي البيشنت جود هايدريشن. الجود هايدريشن انت تديها للبيشنت هتقلل تركيزه في الكيدني. ليه؟ لانه تعمل جود هايدريشن للبيشنت الفوليوم اوف ووتر اللي هيبقى موجود في الرينال تيبيولز اكبر، فيخفف ويقلل كونسنتريشن اوف اسيكلوفير فيمنع انه يكون كريستلز، فكان بي بريفنتد ويز جود هايدريشن للبيشنت. طيب وده اشهر سايد افكت وبيحبوه جدا في كوش بانك الاوبستراكتيف كريستالين نفروبسي. الميكانيزم اوف ريزيستنس نعتبر انا خلاص قلته، انه البكتيريا بتقدر تشتغل على الفيرال كينيز بتاعتها وتعمل فيها ميوتيشن، فما عادش هيحصل، ما عادش يتحول الى نيوكليوتيد، وبالتالي الدراج ما عادش ليه لازمه. الجان سايكلوفير، جان سايكلوفير نفس الميكانيزم اوف اكشن، هو فايرال ديبندنت نيوكليوسايد لكنه افكتيف اجينس السيتوميجالو فيروس. وما بيجي في كوشن بانك بيجي لك لما بيشنت يبقى عنده سيتوميجالو فيروس انفكشن سواء بروفيلاكسس او تريتمنت. الجن هو اللي بيقدر على السيتوميجالو فيروس. الجن برضو زي الاسيكلوفير لو ما عملتش جود هيدريشن للبيشنت ممكن يحصل كريستال يوريا او يكون كريستالز ويعمل اوبستراكتيف نيفروبسي، لكن زياده عليه كمان ليه هيماتوتوكسيستي، ممكن يعمل لوكوبينيا وثرومبوسيتوبينيا. طيب معلومه الجان سايكلوفير ده اللي بيعمل هيماتوتوكسيستي برضو ساعات بعض كتب الفارما تقول لك برضو خد بالك انه البيشنت عندهم اتش اي في من اكتر البيشنت اللي بيجي لهم سيتوميجالو فيروس انفكشن، من اكتر البيشنت اللي ممكن تشوف معاهم ريكارنت سيتوميجالو فيروس انفكشن. فلو هو ماشي على اليوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز بيعمل سيفير انيميا زي الزيتوفيتين، خد بالك برضو ان تتابع السي بي سي بتاعه، لان الجان سايكلوفير بيعمل هيماتوتوكسيسي والزيتوفيتين بيعمل بون مارو سبريشن، مش بس مجرد انيميا، ده برضه بيشتغل على بقيه السيل لاينز وده بيعمل لوكوبينيا وثرومبوسيتوبينيا. فتحتاج تعمل البيشنت برضه مونيتورنج للسي بي سي لو انت ماشي على الجان سايكلوفير اللي بيعمل هيماتوتوكسيستي والزيتوفيتين اللي بيعمل بون مارو سبريشن، وبالذات انه بالذات هو يعني الزيتوفيتين لما نيجي نتكلم عنه هنقول ان مجموعه النيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز بشكل عام بتعمل بون مارو سبريشن، بس اكتر واحد فيهم بيعمل انيميا هو الزيتوفيتين. فهو بشكل عام بيعمل بون مارو سبريشن، فتبقى تعمل له مونيتورنج بالسي بي سي، تبص على الوايت بيسيز وتبص على البليتلت. الفوسكارنت والسيدوفيفير لما بتيجي في كوشن بانك بتيجي كيس لبيشنت عنده هربس او فاريزيلا
والريسستنت للتريتمنت اوف اسيكلوفير، او بيشنت عنده اتش اي في سيتوبيجال فيروس، لان الريسستنس بتشوفها اكتر مع بيشنت عندهم اتش اي في وريسستنت للجان سيكلوفير. هبص هلاقي في الاجابه مين، هلاقي الفوسكانت والسيلوفير. الاثنين بيشتغل على مين؟ بيشتغل على دي ان اي بوليمريز وعملوا له انهبيشن. واحد بيشتغل من خلال انه السافكس بتاعه فوفير وبالتالي هو نيوكليوتايد انالوج تشين ترمينيشن، واحد بيشتغل من خلال اللي هو الفوسكارنت بيرو فوس 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 كارنت بيشتغل على بيرو فوسفيت انالوج يمسك بيرو فوسفيت بايننج سايت وي انهبت الدي ان اي بوليمريز. طيب المعلومه المهمه هنا وعليها سؤال في الولد، هو واحد دلوقتي ممكن يسالني يا دكتور طالما الفوسكارنت والسيلوفير بنستخدمهم او افكتيف في تريتمنت الحاجات الريسستنت بنستخدمهم على طول، اولا اهم حاجه انه الاثنين ليهم سايد افكت ممكن تضيع، عشان يعني في بعض الاحيان تضيع الكيدني بتاعت البيشنت. الاثنين ار نيفروتوكسيك دراجز، الاثنين بيعملوا نيفروتوكسيستي. طيب الاثنين بيعملوا نيفروتوكسيستي، بس ما تنساش ان مين اللي فيهم بيعمل الكترولايت ابنورماليتيز، ممكن مين فيهم اللي التوكسيستي بتاعته على الكيدني بتزود ال بتزود اللوس اوف كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم، ونقص الكالسيوم والمغنيسيوم ممكن يدخل البيشنت في سيجر ديو تو هايبوكالسيميا اند تيتانوس. الاجابه هو الفوسكارنت. الفوسكارنت والسيلوفير الاثنين بنستخدمهم في حالات الريسستنت من الفارسيلا والهربس للاسيكلوفير، السيتوميجالو فيروس الريسستنت للجن، والاثنين بيعملوا النيفروتوكسيستي، الاثنين بيشتغلوا على دي ان اي بوليمريز، بس اللي بيقلل الالكترولايت ومحتاج الى الكترولايت مونيتورنج هو الفوسكارنت. الفوسكارنت بيقلل البوتاسيوم، بيقلل الكالسيوم، بيقلل المغنيسيوم، وبسبب شغله على الكالسيوم والمغنيسيوم ممكن يدخل البيشنت دول في سيجر، والبوتاسيوم طبعا لما يقل ممكن يدخل البيشنت في اريثميا. الامانتيدين في الانفلونزا اتشال من الفيرست ايد، فما تشغلش بالك بالامانتيدين، وكنا بنستخدمه في تريتمنت اوف انفلونزا، بس دلوقتي استخدامه دلوقتي بقى ليميتد في فقط حتى مع الفيرست ايد نقله لتريتمنت اوف باركنسونيزم. هنعرف ازاي بيستخدم في تريتمنت اوف باركنسونيزم في محاضره الفارماكولوجي في النيورو بتاعه الفارماكولوجي. طيب اخر حاجتين هو الزانامفير والسولتامفير. قلنا السولتامفير ده اللي هو التاميفلو، قلنا الاثنين دول بيشتغلوا ازاي. الاثنين دول بيشتغلوا من خلال انه يجوا عند نيوروماتيز بتاع الانفلونزا يعملوا له انهبيشن اللي هو محتاجه عشان يحصل ريليز للفيروسز، ولما بيستخدمه فعلا بيقلل السيمبتومز، وبالذات لو استخدمته ايرلي بيعمل شورتنينج للسيمبتومز. الكلام اللي احنا قلناه ده كله موجود هنا. ميكانيزم اوف اكشن فايرال ديبندنت كاينيزس، فايرال انزيم يعمل فوسيليشن، وبعد كده سيل ديبندنت كاينيزس تخلي نيوكليوتايد يحصل له انكوربريشن تشين ترمينيشن، هربس فاريسيلا ويك اكتيفيتي اجينست ايبشتاين بار فيروس، نو اكتيفيتي اجينست السيتوميجالو فيروس. اما تلاقي اوله فالا اعرف انه هو برود دراج، بيبقى عنده بيتر بايو افيلابيلتي، اشهر سايد افكت بيصير عليه في كوشن بانك ويتش كان بي بريفنتد وذ جود هايدريشن بيشنت هو اوبستراكتيف يوكرسلاين نيفروباسي، كان بي بريفنتد لو انت عملت البيشنت هايدريشن كويس من خلال انترافينس انفيوجن. الفيروسز بدأت تديفولب ريسيستنت من خلال انها تعمل ميوتيشن للفيرال كاينيز، مش هو فيرال ديمندنت. طيب انا هعمل فيرال ميوتيشن، فيرال انزيم ميوتيشن، فيرال كاينيز ميوتيشن. الجان نفس الميكانيزم، الجان هو اللي يقدر على السيتوميجالو فيروس، فالا سايكلوفير هو برود رج بسبتر اورال باي افيلابيلتي، بيعمل مهمات الاكسستي بالذات على الواي بي سيز والبليتت. وخد بالك لو بياخد سيتوفيتين ممكن لانه نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور سيستم بون مار سبريشن، ف تعمل البيشنت مونيتورنج بالسي بي سي. نفس الميكانيزم اوف ريسيستنت. الفوسكارنت والسيلوفير هما تو دراجز بنستخدمهم في حالات الريسيستنس. الاثنين بيشتغلوا على دي ان اي بوليمريز. الفوسكارنت فوس هو بايرو فوسفيت انالوج بيمسك في بايرو فوسفيت بايننج سايت وينهبت الدي ان اي بوليمريز، لكن السيلوفير هو فوفير هو نيوكليوتايد انالوج بيعمل تشين ترمينيشن. الاثنين بيستخدمهم في حالات الريسيستنس، الاثنين بيعملوا نيفروتوكسيستي، بس مين اللي بيعمل ديكريز الالكترولايت سواء بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم وممكن يدخل بيشن في سيجر؟ الاجابه هو الفوسكارنت. الامانتيدين قلنا
انه شال الفيرست ايد وبقى دلوقتي بيستخدموه فقط في تريتمنت اوف باركنسونيزم. الزنامافير والسلتامافير بنستخدمه كنيورامينيديز انهابتورز، وبنستخدمه في تريتمنت اوف انفلونزا او دي تو اي اللي بيعمل شورتنج لي ديوريشن. قبل ما نبتدي الاتش اي في ثيرابي، حد عنده اي اسئله بالنسبه للفيروس ثيرابي؟ اي اسئله على الانتي فايرال قبل ما نخش على الريترو فايرال؟ ما هو انا بشرح وبكرر 3-4 مرات ولسه عندك فلاش كارد ولسه عندك اسئله، فليس هناك افضل مما كان. ما عنديش الصراحه اي اوبشنز تانية اقدر ازودها. موضوع البروبنوسيل والإفكت والإنتراكشن بتاعهم مع الأنتيبيوتيك وبالذات البنسلين أو حتى سيلوفير، ده هنعرف إن شاء الله يا دكتورة كنوز لما نيجي نتكلم عن البروبنوسيل، ونبقى خلاص اتكلمنا عن النفرونز والبروبنوسيل بيشتغل إزاي بالظبط، هنتكلم عنها في جزء في السورش بتاعت النفرون. هنعرف اللي بيعمل البروبنسين كانتراكشن مع اسيد راكس بسبب شغله على ريسبتورز موجوده في الاقسام الكونفليتي تيبيولز، هنبقى نعرفها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن النفرون. الانتي ريتروفايرال دراكس، الانتي ريتروفايرال دراكس في صوره لفيرست ايد، بس انا احب دايما لما اجي اشرح على صور وريتها لك قبل كده. الصورة دي اللي احنا شرحنا عليها اللايف سايكل بتاعت الـ HIV، لما ينبص هنلاقي انه نفس الكلام اللي احنا قلناه، لازم يحصل الاول خطوة الاتاشمنت والفيوجن، وبعد كده يحصل البنتريشن مع الانكودينج. كان الـ HIV كان عنده انفلوب جلايكوبروتين، جلايكوبروتين 120 نمسك بيه في ريسبتورز وكور ريسبتورز، وبعد كده يحصل له فيوجن مع السيل ممبرين بتاعت الهوست، وبعد كده يحصل له بنتريشن، وبيحصل له بنتريشن كان بيقلع، يحصل له انكوتينج اللي بيخش النيوكلوكابسيد، وبعد كده يحصل ليز للفيروس. طيب من ضمن الكور بروتينز اللي كانت موجوده انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز، كان بياخد الار ان اي يحوله الى دي ان اي، ودي ان اي يخش جوه يحصل له ترانسفير جوه النيوكليس ويعمل انتجريشن مع الهوست دي ان اي، وكنا ساعتها بنسميه برو فيروس. طيب وبعد كده الجينوم بتاع الفيروس يحصل له ترانسكريبشن مع الهوست دي ان اي، يحصل له ترانسكريبشن يتحول الى ام ار ان اي. كنا بنقول الام ار ان اي بتاع الفيروس بقى جزء منه كليفد وجزء منه انكليفد، قلنا الكليفد اللي بتقطع ده اما بيخرج للسيتوبلازم، لان الماشين الريبوسومز موجوده في السيتوبلازم تقدر تشغل عليه الريبوسومز وتطلع منه فيرال بروتينز، والانكليفد ده هو اللي بتطلع منه الفيرال جينوم، لان انا عشان اعمل اسمبلي للنيو اتش اي في فيروسز انا محتاج الى فيرال بروتينز ومحتاج الى جينوم يبدا يعبيها ويعملها اسمبلي، وبعد كده يحصل لها ريليز وتروح تعمل انفكشن للاذر هوست سيلز. طيب سيادتك بقى ما تيجي تبص على دراجز اوف انتي ريتروفيرال دراجز، هتلاقي ان اول مجموعه هنتكلم عنها حاجه اسمها مارافيروك، دراج اسمه مارافيروك. فيرس ايد عشان يسلك الحفظ، قال لك المارافيروك اللي اخره اوك ده بينهبت الدوكينج. يعني ايه الدوكينج؟ ده اللي بينهبت ان الاتش اي في فيروس يعمل اتاشمنت مع الهوست سيلز. فالمارافيروك بينهبت الاتاشمنت اوف اتش اي في مع الهوست سيلز، مارافيروك بينهبت الدوكينج بينهبت الاتاشمنت. وبالمناسبه ما عليهوش اصلا مارافيروك ده اي معلومه هنقولها بعد كده غير المعلومه دي، المارافيروك بينهبت الدوكينج بينهبت الاتاشمنت وشكرا. الفيروس اللي بعد كده
دراج اسمه انفوفريتايد. لكن انفوفريتايد ده هو انتي ريتروفايرال دراج بينهبت البنتريشن اوف اتش اي في، يقدر يعمل اتاشمنت من بره بس بيخش جوه الهوست سيلز، نمنع اتس بنتريشن. فقال لك الانفوفريتايد، الانفوفريتايد بينهبت الانتري اوف اتش اي في فايروس. يبقى تاني مره فيروك ينهبت الدوكينج، ينهبت الاتاشمنت، والانفوفريتايد ينهبت الانتري، يفضل ماسك من بره ما يخشش، ينهبت البنتريشن. بس احنا قلنا انتري عشان نقول الان ينهبت الان، الانفوفريتايد ينهبت الانتري. تعرف الانفوفريتايد ده بالمره يبقى خلصناه، مش هنقول عليه غير معلومه انه برضو ممكن يعمل انفلاميشن ورياكشن في مكان الانجكشن. ده تقريبا المعلومه اللي هنقولها عن الانفوفريتايد. طيب ده اول تو دراجز هنتكلم عنهم. ثالث مجموعه من الدراجز هنبتدي نتكلم عنها هي مجموعه الريفرس ترانسكريبتيز، الريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز، ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز RTIS. عندنا بقى منها نوعين، نوع اسمه نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز، ونوع اسمه نون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز. النيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز مش دول اللي انت كنت بتتكلم عنهم من شويه، اللي اخرهم كلمه فودين، زي الزيرو فودين اشهرهم، زي اللامو فودين اشهرهم، مش دول اللي كنت بتكلم عنهم من فوق من شويه، وقلت ان دول نيوكليوسايد انالوج بس يختلفوا عن الانتي فايرال انهم ديبندنت فقط على الهوست، على الهوست كينيز عشان يتحولوا الى ترايفوسفيت، و نيوكليوتايد ترايفوسفيت وتعمل تشين ترمينيشن. هم دول اللي اسمهم النيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز. هتلاحظ ان اغلبهم فيهم كلمه فودين، طبعا اشهرهم اللي كنت بقول لك انه مشهور عنه اللي بيعمل انيميا اللي هو الزيروفودين، لاموفودين، استافودين، اخرهم بينتهي بكلمه فودين، بس مش كلهم. ما هو الفارما كانت هتبقى سهله لو ما نشوفش الخوازيق او الاكسبشنز اللي احنا بنشوفها دي، مش كلهم اخرهم فودين. وللاسف اللي فيهم مش اخره فودين انت اصلا مجبر ان انت تحفظ اسمه. ليه؟ لان كل واحد مش اخره فودين ليه سبيسيفيك سايد افكت لازم حضرتك تبقى عارفه وعارف السايد افكت بتاعه. على سبيل المثال الديدانوزين لازم تبقى عارف ان ده نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور وليه سايد افكت بسالف كوشن بانك، انه مميز ليه وسبيسيفيك سايد افكت خاص بيه انه بيعمل بانكرياتايتس، ممكن يعمل بانكرياتيس كسايد افكت. مش بس كده، واللي فوق ده اللي اسمه الاباكافير ده نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور ليه سايد افكت مشهور ليه، بيحصل في 2 ل 8 فقط من البيشنت اللي بياخدوا الاباكافير، نتيجه انه بيروح يمسك في هيومن ليكوسايت انتجن معين. احنا خلاص دخلنا على ايمونولوجي، هنعرف لو هيومن ليكوسايت انتجن دول اللي بينكود اللي اسمهم الانتجين برزنتنج سيلز او الام اتش سي كلاسز، اللي بيعملوا برزنتيشن للانتجين اللي انت بتبقى انفكتد بيها للاميون سيستم. الاباكافير ده دراج بيروح يمسك في الهيومن ليكوسايت انتجين قليل معين اسمه بي 5701. خد بالك ان احنا لما نيجي نتكلم عن الهيومن ليكوسايت انتجين هنقول ان احنا عندنا اكتر من نوع وكل نوع فيه ميني فاريانت، وده المسؤول عن البصمة الوراثية بتاع كل شخص. يبقى كل شخص عنده هيومن ليكوسايت انجن مختلف عن التاني، فمش كل اللي عندنا الهيومن ليكوسايت انجن ده اللي هو البي 5701 فقط اللي عندهم، لقينا ظهر هذا الرياكشن، هذا الابكافير هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اما الدراج يروح يمسك في الهيومن ليكوسايت انجن ده الساب تايب ده بيخليه يكسبرس سيلف انتجين، ده انتجين بتاعتي، يروح يملأ ابنورمال اكسبرشن للاميون سيستم ويخلي الاميون سيستم يتفاعل اجينس سيلف انتجين. طب البيشنت يجي لك بيه جاسترو انتستينال سيمتومز، البيشنت يجي لك بيه وبيعتبره ديليد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن لانه بيحصل بعدها بكام يوم
عقبال اما الهيومن ليكوسايت انجن ده يكسبرس للاميون سيلز، اشهر اميون سيلز بتبدا تتفاعل اجينست السيلف انجن هو تي سايتوكسس. سايتوكسس بتعمل جي اي سيمتومز، لكن الاهم انها بتعمل سيفير سكن رياكشن، هوريك صورته كمان شويه. وده السبب ان الاكباكا فيردا قبل ما تبتدي بتعمل تيستنج لهذا الهيومن ليكوسايت انجن، لو نيجاتيف الدي وانت مطمن 100% سنسيتيفيتي دي وانت مطمن. لكن لو عنده تبقى عارف ان بنسبة 2 إلى 8% ممكن يحصل هذا الرياكشن، فممكن تأفايل استخدام الأباكافير. يبقى الديدانوزين بانكرياتيتس الأباكافير، أباكافير ديلي تايم هايبرسنسيتيفيتي رياكشن في الأشخاص اللي عندهم هذا الهيومن ليكوسايت أنجن B5701. خلاص دول عرفنا ازاي بيشتغلوا، دول نيوكلوسايد أنالوج هوست كاينيز يحولوا نيوكلوتايد تشين ترمينيشن، والنون نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز احنا سميناها بالاسم ده عشان نقول لك انه دول ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز بس ما همش نيوكلوسايد، نون نيوكلوسايد بيمسكوا في ديفرنت بايننج سايت غير اللي بيمسك فيه النيوكلوسايد ويعملوا انهبيشن للريفرس ترانسكريبتيز. ثلاثه اتنين منهم يهمنا ان انت تحفظهم، الايفافيرنس اللي هو ده وده لازم تحفظه. ليه؟ لان عليه تو سايد افكت، لما يحب يجيه بالمجموعه دي بيسال على التو سايد افكت دول بتوع الايفافيرنس. بيعمل فيفيد دريمز، الشخص اللي بياخد الايفافيرنس بيبدا يجي له فيفيد دريمز باد دريمز، واتعمل عليه استادي لاقوه تراتوجينيك على الانيمالز، وبالتالي ما بدهوش في البريجنسي على الرغم ان السيرفيس اللي اتعملت على انيمالز. واحد تاني ممكن تعرفه اسمه نيفيرابين غير الإفافيرنس، النيفيرابين النيفيرابين اللي بتبتدي بحرف ال N هو نون نيوكلوسايد. النيفيرابين اللي بتبتدي بحرف ال N هو نون نيوكلوسايد فيرست ترانسكريبتيز انهبيتورز، وتاني حاجه بحرف ال N انه نفروتوكسيك، توكسيك على كيني. دي الدراجز او المجموعتين اللي بيشتغلوا كريفرس ترانسكريبتيز انزيم انهبيتورز، اللي بياخد الار ان اي يحوله الى دي ان اي عشان يخش جوه النيوكليس يحصل له انتجريشن. يبقى المجموعه اللي بعد كده انها مجموعه تانية بتشتغل على الانتجريز انزايم فتمنع الانتجريشن، اسمها انتجريز انهبيتورز. هذه الانتجريز انهبيتور اللي بدات ولا تسوى، اللي بدات محدش يعرفها، اللي بدات ما كنتش باخد ثانيتين في شرحها، ودلوقتي بقيت لازم اقف في شرحها. ليه؟ لانه حصل ابديت في جايد لاينز من فتره حول الرجمن اللي بنستخدمه في تريتمنت اوف اتش اي في لحاجه كنا بنستخدمها قبل كده لنظام جديد بنستخدمه. النظام اللي بنستخدمه دلوقتي احنا بنستخدم اثنين من النيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز دي مع واحد من الانتجريز انهبيتورز دي، اللي اصلا اغلب الدراجز دي تعتبر بالنسبه لنا نيو. احنا قعدنا فتره طويله في الانتجريز انهبيتورز ما نعرفش غير واحد اسمه رالتيجرافير. هل مجموعة الانتجريز انهيبيتورز دي هتدوخلي في حفظها الإجابة؟ لا، ما تحفظش ولا واحد فيهم، بس الدراج اللي هتلاقي فيه تجرا انتجريز تجرا رال تجرا دول تجرا الفي تجرا اللي فيه تجرا ده انتجريز انهيبيتورز. ما كانش عندنا غير واحد حزين فترة طويلة اللي هو رال تجرافير، بعد كده طلع الاثنين التانيين بنستخدم اثنين نيوكلوسايد ريفرس انهيبيتورز مع واحد انتجريز انهيبيتور. ده بالنسبه للانتجريز انهبيتورز. المجموعه اللي بعد كده نحن من شويه المفروض كنا ركزنا على الكلام ده، احنا كنا بنقول انه الكليفد ام ار ان اي اما يحصل له اكسبريشن بيجي انزيم بعد كده اسمه بروتييز، يجي عند اللارج فوليوم بيبتايد يكسره الى اكتر من بروتين او اكتر من بيبتايد. فعندي هنا مجموعه من الانتي ريتروفايرال دراجز البروتييز انهبيتورز، تيجي عند الانزيم اللي بعد ما كونت البروتين يكسره لسمول بروتين تعمله انهبيشن. تتميز هذه المجموعه ان كلهم اخرهم نيفير، ما تحفظش ولا واحد،
الدرج اللي هتلاقي اخره كلمه نذر تعرف ان ده بروتيز انهبيتور. ودول من اكتر الانتي ريتروفايرال دراجز بتسرق في كوشن بانك من حيث السايد افكت. هنعرف دلوقتي ايه هو السايد افكت المشاهير اللي بتسرق عليها في كوشن بانك. طيب دول اللي بيقول عليهم الانتي ريتروفايرال دراجز. طيب قبل ما اسيب الصوره دي بقى وابتدي اتكلم عن كل مجموعه لوحدها، قعدنا فتره طويله في خلاف امتى اعالج البيشنت عنده اتش اي في. هل ابتدي اعالجه اول ما اشخصه؟ هل ابتدي اعالجه اول ما السي دي 4 كاونت بتاعه يقع اقل من 500؟ هل استنى لغايه ما يظهر عنده سيمتومز ولا اعمل ايه بالظبط؟ وكانت الاجابه انه بنعالج البيشنت بالانتي ريتروفايرال دراجز وانس البيشنت يبقى دايجنوست. لكن اكتر بيشنت هيستفادوا هو طبعا البيشنت اللي هيقل السي دي 4 كاونت بتاعه اقل من 500 او اللي عنده ايدز ديفايننج ايلنس. على طول ابتدي الانتي ريتروفايرال، ما تسالش ابتدي ولا لا. دول اكتر بيشنت يستفادوا من انتي ريتروفايرال دراجز. لكن بنستخدم انتي ريتروفايرال دراجز وانس البيشنت يبقى دايجنوست. بنستخدم ايه؟ اثنين من النيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز مع واحد من التجرا، مع واحد من انتجريز انهبيتورز. طب تعالى بقى نتكلم عن كل مجموعه لوحدها وبعد كده نعيدهم على البي دي اف. نون نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز اخرهم فودين. في اتنين انت مجبر مش بمزاجك هتحفظهم، الديدانوسين والاباكاذار. بيشتغلوا ازاي؟ اسمها نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز. اذا هو بينهبت الانزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز من خلال ان هو نيوكلوسايد انالوج بيحصل له فوسفوريشن من خلال الهوست كيناز، يبقى نيوكلوتايد يعمل تشين ترمينيشن. من اشهرهم هو الزيدوفيدين. الله، مش الزيدوفيدين ده اللي كنا بنديه للست الحامل عندها اتش اي في عشان نقلل الريسك ان ابنها يجي له اتش اي في؟ نعم، كان بيقلل الريسك للثلثين. المجموعه بشكل عام بتعمل بون مارو سبريشن، وده كان ممكن يبقى ريفرسبل مع استخدام دراجز هنبقى نتكلم عنها في الايمونولوجي. بتحفز البون مارو في كل اللاينز بتاعته، نحفز الارثوسايت من خلال حاجه اسمها ارثروبيتين، ده المفروض اصلا بروتين بيطلع من الكيدني. نحفز السيس او جرانيولوسايت من خلال حاجه اسمها جرانيولوسايت كولون ستيميليتنج فاكتورز، دي ممكن تيب ريفرس بيها البون مارو سبريشن بتاعت المجموعه دي بشكل عام. المجموعه دي بشكل عام بتعمل بون مارو سبريشن، بتعمل بريفرن نيوروباثي، بتعمل لاكتيك اسيدوزس، ممكن تزود اللاكتيك اسيد. لكن سايد افكت مميزه لبعض الممبرز من المجموعه دي السيدوفيتين، قلت لك بيعمل انيميا فاتيك كير مع شخص بياخد انفوترسن بي. كذلك ال قلنا ان الليمفوتوكسيستي كمان في الجان سايكلوفير. الديدانوزين بانكرياتيتس، الزيروفيتين انيميا، واخيرا التينوفوفير. ده نسيت اقول ان في المجموعه دي يا جماعه الفوفير الثاني، حد فاكر الفوفير الاولاني؟ في المجموعه دي على الرغم ان اسمها نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز الا ان موجود فيها واحد محطوط في النص بدل ما نحط له مجموعه خاصه بيه. هو في الاساس نيوكلوتايد انالوج نوت نيوكلوسايد انالوج. ده الفوفير الثاني، الفوفير الاولاني كان سيدوفوفير والفوسكارنت، هنا التينوفوفير. ده يختلف عن الباقيين ان ده يختلف عن الفودين ان ده نيوكلوتايد انالوج. طيب ممكن تسهل حفظ برضه ان التينوفوفير ده بيعمل نيفروتوكسيستي، خدها قاعده كده ان الاخرهم فوفير بيعملوا نيفروتوكسيستي. السينوفوفير كان بيعمل نيفروتوكسيستي والتينوفوفير بيعمل نيفروتوكسيستي. النون نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز بيمسك ريفرس ترانسكريبتيز انزيم افيرنت بايننج سايت وينهبت الدي ان اي وينهبت الاكتيفيتي بتاعت ريفرس ترانسكريبتيز. اثنين، واحد انت مضطر تحفظ اسمه الايفافيرنز، بيعمل باد دريمز وبيعمل تراتوجينسي افويد ان بريجننسي. الاثنين بالمناسبه ممكن يعملوا سكن راش وممكن يعمل هيباتوكسيستي، بس الايفافيرنز باد دريمز فيفيد دريمز و وتأفويد ان بريجننسي. الحاجه الثانيه ان النيفيرابين ان نون نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز وبيعمل ان نيفروتوكسيستي. البروتيز انهبيتورز ما تحفظش
البروتيز كلهم اخرهم كلمه نافر، اندي نافر، ريتو نافر، اخرهم كلمه نافر. قلت لك يعني دول ليهم سايد افكت شهير بيحبوه في جوشن بانك، قلت النافر قلت البروتيز انها بدرس بيعمل حاجه اسمها لايبو ديستروفي. ما هو اللايبو ديستروفي؟ ان الشخص عنده اتش اي في وتبتدي مع البروتيز انهبيتورز يبدا يحصل ريديستريبيوشن للفات بتاعته. يعني ايه ريديستريبيوشن للفات؟ الفات تبدا يحصل لها ريديستريبيوشن من الاكستريميتيز، وبدا يحصل الاكستريميتيز بتاعته ويستنج، الاكستريميتيز بتاعته ويستنج، وتبدا تتراكم في منطقه الترانك سواء الترانك او الباك، لدرجه ان عليها ساعات بافلو هامب سنه لما اخذ الجاموسه من كتر ما منطقه السنتر الاوبستري بقت عنده فيها مليانه فات، فتلاقي الاكستريمز بتاعته فيها ويستنج، ومنطقه الترانك فيها سنترال اوبستري فيها بافلو هامب. وطبعا السنترال اوبستري دي كان من اشهر ريسك فاكتور اللي بتعمل انسولين ريزيستنس. فبالتالي السايد افكت ده يترتب عليه سايد افكت ثانيه، انه يبدا يظهر عنده انسولين ريزيستنس، وابدا يبقى عنده هايبر جلايسيميا، واللي بعض الكيسز بتبروجريس الى اوفر دايبيتس، يخش فيه دايبيتس. فالسايد افكت دي ريديستريبيوشن اوف باك اللي احنا بنقول عليها لايبو ديستروفي، وانه يبدا يحصل عنده هايبر جلايسيميا، واللي ممكن تبروجريس الى اوفر دايبيتس. حط معاها كمان النبروتيز انهبيتورز مع الكورونا فريكول مع الماكرولايتس مع الازولز ومعاهم البروتيز انهبيتورز ار سايتوكروم بي 450 انهبيتورز، فممكن يجيبها لك مع كيس اوف دراج انتراكشن. ما تنساش ان البيشنت عنده اتش اي في، اما كنا بتحتاج نستخدم مجموعه من الريفامايسين، ما بستخدمش ريفامبين عشان افويد دراج انتراكشن، بستخدم الريفابيوتين. طيب الانتجريز انهبيتورز هتلاقي في كلمه تجرا، رالتيجرافير، دولتيجرافير، هتلاقي في كلمه تجرا اشهر سايد افكت ليهم حاجه كده لا تذكر، انه بيزود الكرياتين كاينيز. الانفوفريتايد بينهبت الانتري، بيعمل سكر رياكشن عند المنطقه اللي اتعملت فيها انجكشن. تعال بص بقى للكلام اللي احنا قلناه، بدانا بالبروتيز انهبيتور، ما تحفظش، دور على السافكس اللي اخره كلمه نافر، اشهرهم اللي انا معلم لك عليهم بالهايلايت روما، اشهرهم الاندي نافر والليبو نافر، او انا يعني معلم لك على عليهم اسئله في الولد او بالسؤال في كوشن بانك. الشهر على البروتيز اللي بيكسر اللارج بول بيبتايد الى سمول بيبتايد. اعرف ايه عن المجموعه دي؟ حاجتين، سايد افكت يترتب عليه سايد افكت، وانهم سايتوكروم بي 50 انهبيتورز. السايد افكت هو انه بيعمل ريديستريبيوشن للفات، ياخد من الاكستريمز يحط لك في منطقه السنتر، ومن سنتر الاوبستي ينتج عنها انسولين ريزيستنس، ويحصل هايبر جلايسيميا، ويتش كان بروجريس الى اوفر دايبيتس ميليتس. اعرف كمان اللي اندينافير ده بيعمل نيفرو توكسيستي، وممكن يزود ريسك اوف كيدني ستونز. طيب النيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز، تلاقي اخرهم كلمه فودين، الباقي انت مضطر تحفظ اسمه، الديدانوزين بانكرياتيتس واسيدوفودين انيميا والاباكافير بيعمل ديلي تايب هايبر سنسيفتي رياكشن، يجي صور جي اي سيمتومز اند سكن راش. تيجي تبص تلاقي ان كلهم نيوكلوسايد ما عدا واحد في نهايه فوفير اللي هو تينوفوفير. طيب في هنا معلومه عليها سؤال في الولد، انه انا قلت لك اما بيحصل لهم انكوربريشن بيبقى فيهم كيميكال جروب او حاجه موديفيكيشن احنا عاملينها تي توقف تعمل تشين ترمينيشن. سال سؤال على المعلومه دي، انا مثلا سال السؤال على الزيروفودين، قال لك الزيروفودين الكيميكال موديفيكيشن احنا عملناه انه موجود في ازيدو جروب. فكره ازيدو جروب دي ما فيهاش 3 برايم هيدروكسي جروب اللي هقدر استخدمها عشان اضيف النيوكلوتايد دي مع النيوكلوتايد اللي قبلها واكون فوسفودايستر بوند، فيحصل تشين ترمينيشن. ف
فمعظم النيوكليوسايد دي بقى فيها كيميكال جروبس، بتلاقي ال 3 برايم هيدروكسي جروب فتوقف الدنيا، تعمل تشين تيرمينيشن. التينو فوفير الاخر فوفير از نيوكليوتايد نوت نيوكليوسايد. الزيروفيدين والبصرمو في البراكسس في واحده حامل. السايد افكت دي دانوزين بنكريا قلنا كلهم بيعملوا راش ولاكتيك وانكريز للاكتيك اسيد، كلهم يعملوا بون مار سوبريشن، ممكن تبقى ريفرسبل بايريثروبوتين وكولون ستيميليتنج فاكتورز. لكن الديدانوزين بانكرياتيتس، الزيروفيتين انيميا، والثالث هو الاباكافير. لو بتعمل تيستنج للبيشنت هيومن ليكوسايت اجن بي 5701 لو بوزيتيف هيبقى في ريسك 2-8% ان يحصل ديلي تايب هايبرسيتي في الاكشن، لو نيجاتيف اديه وانت مطمن. النون كروسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز سيمز تو ديفرنت ديبايدنج سايت في الريفرس ترانسكريبتيز وتعملوا انهيبيشن. الايفافيرنس vivid dreams we to avoid in pregnancy. النيفيرابين ال N non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor ونيفروتوكسستين. الانتجريز انهبيتور ما تحفظش، هتلاقي فيه كلمة تجرى بينهبت الانتجريشن مع الهيومن جينوم، وبالتالي مش يحصل ترانسكريبشن، ينهبت مش يحصل ريبليكيشن للفيروس. سايد افكتيف مجرد انه بيزود الكرياتين كايناز. الانفوفرودايد والمارفيروك، المارفيروك بينهبت الدوكينج والانفوفرودايد بينهبت الانتري وبيعمل شويه سكن رياكشن عند الانجكشن سايت. موضوع السيدوفيدين والازيد جروب بتاعته اللي بيتلاك الثري برايم هيدروكسي جروب اتسال عليها سؤال في الوولت. الاباكافير والتستنج للهيومن ليكوسايت انجن والسكن رياكشن اهو. موضوع الجان سايكلوفير وال الجان سايكلوفير والافوترسن بي مع السيدوفيدين، تاخد بالك ان البيشنت ات ريسك ان يحصل سيفير انيميا. المعلومه دي اتكلمنا عليها قبل كده. مجموعه برضو دراج ريزيستنس اتكلمنا عنها، مجموعه بروفلكس في الاتش اي في انا اصلا زهقت منها وتسوقت منها. عندنا تو بروفلكسس عند 200 وعند 100 ونفس الدراج، وترايميزوريم سلفامسزول عند 200 بتبقى فلكسس لنيوموسيس سيروفيكي وعند 200 نيوموسيس سيروفيكي والتوكسوبلازما. طيب حد عنده اي اسئله قبل ما ننهي المحاضره بقى بالتريتمنت في هيباتيتس سي؟ اي اسئله قبل ما ننهي المحاضره؟ يلا، ما هو انت كل الاسئله بتاعتك النهارده يا دكتوره كنوز على اسئله هي اساسها بايوكيمستري. انا بشرح على قد الجزء اللي انت ممكن تاخديه دلوقتي، لكن مش هقدر اشرح بالديتيلز بتاعه البايوكيمستري. لو جيت تبص في الصوره اللي فوق قدام دي خالص، اما جيت ارسم واقول الدي ان اي بروميز اما يجي يشتغل، قلت ان هو بيقرا من 3 ل 5 ويبني من 5 ل 3. لازم في السلايد اللي هو 3 ده يبقى فيه 3 برايم هيدروكسي جروب عشان يقدر يضيف النيوكليوتيد اللي هتضاف ويشبكها مع النيوكليوتيد اللي قبلها بفوسفوداي استر بوند. اما بنيجي احنا بقى نستخدم النيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز، الدراجز دي بيبقى فيها جروبس موديفايد جروبس، بتلاك هذه 3 برايم هيدروكسي جروب، وبالتالي مش هيقدر يشبكها مع اللي قبلها بفوسفوداي استر بوند، وبالتالي ما عادش هيقدر يكمل الريبليكيشن فيحصل تشين ترمينيشن. ايه بقى 3 برايم وايه هي 5 برايم والهيدروكس جروب بتبقى فين والكربوكس جروب بتبقى فين؟ مش هقدر اتكلم في التفاصيل دي خالص دلوقتي. بعد الايمونولوجي هنشرح البايوكيمستري ان ديتيلز، فعلى قد الجزء اللي هينفعنا بس دلوقتي. اي اسئله تانية قبل ما نشرح اخر جزء؟ اخر جزء هو الهيباتيتس سي ثيرابي. طيب جزء من الهيباتيتس سي ثيرابي ده انا قلتها، قلت لك الحمد لله انه
طلع نيو انتي هيباتيتس سي دراجز كان قبل كده. هو بالنسبه لكم ارخم طبعا لانه بيبقى في مور لود ان انت تبقى عارف دراجز دي يمكن اللي بيسال في كوشن بانك والميكانيزم اوف اكشن. لكن قبل كده هيباتيتس سي كنا بنقول انه بنستخدم كومبايند ثيرابي وما بنستخدمش مونو ثيرابي في تريتمنت هيباتيتس سي. بنستخدم الانترفيرون وبنستخدم الريبافيرين. الانترفيرون قلت لك بيشتغل ازاي، وحتى قلت لك كمان ان الالفا ده هو اللي بيستخدمه في تريتمنت هيباتيتس بي اند سي مع شويه كانسرز زي رينا سيكارسنوما زي مالجنت ميلانوما زي الهيروس الليكيميا كابوس ساركوما وكوندايلوما اكوموناتا. دول برضه ممكن تستخدمهم تستخدم معاهم الانترفيرون الفا. الانترفيرون بيتا قلت لك انا هنتكلم عنه في مالتيبل سكلوز. الانترفيرون جاما هنتكلم عنه في الامنولوجي الكرونيك دينامكس ديزيز، وقلنا ان احنا استغلينا انه ده بيطلع اصلا نورمالي في البادي بيخلي السيلز ان انتي فايرال انتي انتي تيومر سيت فبنستخدمها في تريتمنت لبعض الفايرال انفكشن وكذلك لبعض التيومرز وليها اذر يوزز بعدها هنتكلم عنها في النيورو وبعدها هنتكلم عنها في الامنولوجي وهنقول ايه فكره استخدامهم في الديزيز دي في وقتها في مكانها. وقلت لك ان الانترفيرون ده البيشن عنده هيباتيتس سي المأساة بتاعته بتبتدي بعد ما تحصل بوس ستريبتوكوكال سيكولي بعد ما يكون حصل تليف او لا قدر الله حصل فيه كانسر. فبالتالي بيقعد فتره طويله بتاخد السنين ما عندوش سيمتومز تيجي تعالجه بقى بالانترفيرون. وخصوصا قلت لك انه النوع اللي عندنا هنا في مصر جزء يعني الريسبونس بتاع الانترفيرون مش قد كده. فالبيشن ده ممكن تمشي على الانترفيرون فتره طويله يقول لك انا كنت كويس قبل ما اخد العلاج انا ما عدتش عايز امشي على العلاج لانه بيعمل ميني نون سبيسيفيك سيمتومز بتخلي البيشنت متضايق زي ما يوم سي ارثرالجيا ودي السايد افكت بتاعه الانترفيرون وده اللي عايز تعرفه عن الانترفيرون. طيب خلصك برضه بالمره من ريبافيرين. قلت لك الريبافيرين ده كنا بنستخدمه كومبينيشن مع الانترفيرون ودي تو فورم مونوفوسفوليتد فورم وترايفوسفوليتد فورم. نبتدي بمين؟ نبتدي الترايفوسفيت فورم. قال لك الترايفوسفيت فورم ده دايركت بشكل مباشر يروح يشتغل على الار ان اي بوليميريز بتاع الهيباتيتس سي ويعمل دايركت انهبيشن للفايرال ار ان اي بوليميريز وبالتالي يمنع ترانسكريبشن بتاعه الفيروس. لكن المونوفوسفوليتد فورم لو جيت ابص على الكلام الموجود عليه في الفيرست ايد يقول لك ان هو بيعمل ديبليشن للانترا سيلر جوانين اللي موجود ده في الهيباتيتس سي واللي محتاجها كسبستريت عشان يكون الدي ان ايه او الار ان ايه بتاعه. طب يعمل ديبليشن للجوانين ازاي اللي مش يقدر يكون الار ان ايه بتاعه من غيرها؟ انا بيعمل ديبليشن لانه في بايو كيمستري الكلام ده تفاصيله بايو كيمستري هنعرف ان الجوانين ده بيتكون في الاساس من ايونوزين مونوفوسفيت. الجوانين بيتكون من ايونوزين بنكون اول ايونوزين وبعد كده نحوله الى جوانين. الانزيم اللي بيحول ايونوزين الى جوانين انزيم اسمه ايونوزين مونوفوسفيت ديهيدرونيز. ساعات بنختصره باسم مصطلح كده IMVD ايونوزين مونوفوسفيت ديهيدرونيز انزيم. فالمونوفوسفيت الفورم يروح يشتغل على الانزيم ده فيمنع تحويل ايونوزين الى جوانين وبالتالي ما عادش عندي سبستريت مهمه جدا عشان يكون الفيروس يكون الجينوم بتاعه. فدي الطريقه اللي من خلالها بيشتغل المونوفوسفيت الفورم. يبقى بنيجي نبص هنا نلاقي ان ليه تو فورم. الترايفوسفيت فورم ما فيهوش كلام كتير على طول على الفيرال ار ان اي بوليميريز ويعملوا انهبيشن. لكن المونوفوسفيت الفورم بيروح يعمل ديبليشن للانتراسيلولار جوانين او الانترا فايرال جوانين خلال ان هو يشتغل على الانزيم. المعلومه تبقى اسهل ليك لما تبقى عارف ازاي يعني في البايوكيمستري بناخد البصيه بتاعه البيورين سنسز والبيرميدين سنسز. انا اعرف ان الجوانين ده عشان يتكون محتاج ان انا اكون ايونوزين مونوفوسيت وبعد كده ايونوزين مونوفوسيت احول جوانين مونوفوسيت والجوانين مونوفوسيت ارجع احول جوانين ترايفوسفيت. ده اللي بستخدمه كسبستريت في النيوكليوتيد سينسز النيوكليك اسيد سينسز. فهرمونات التحويل الايونوزين مونوفوسفيت الى جوانين مونوفوسفيت اعمل ديبليشن للجوانين. فده الميكانيزم اللي بيشتغل بيه المونوفوسفوليتد فورم. طيب يتبقى لي الثلاثه اللي اضافوا جداد.
الثلاثة اللي ضافوا جداد وده المفروض على فكرة مش كلينيك اليوز، دي المفروض تبقى سايد افكت. السايد افكت بتاعته ما فيهمش ولا واحد مميز ممكن يسأل في كوشن بانك ولا عليه أسئلة في الوورد. وبالتالي المطلوب منك تعرفه في الثلاثة الجداد انك تعرف الميكانيزم اوف اكشن بالذات الاول والثالث. مجموعه اسمها NS5A inhibitors. ال NS دي اختصار لنان ستراكشر بروتين. في ميني نان ستراكشر بروتين موجودين في الهباتيتس سي، ومش هشوف برضو اسئله في كوشن مانك يقول لك ده NS5A NS5B ولا الكلام ده خالص. لكن عايزك تعرفه انه الدراكس اللي بيستخدمها في تريبيد وخباطية السي عندنا اتنين الصفقس بتاعهم ينتهوا بأسفير وبريفير وبيوفير. أسفير بريفير بيوفير. الأسفير بيعملوا انهيبيشن لفيرال فوسفو بروتين. بروتين نانو ستراكشر بروتين موجود في الهباتيت السي لانها ليه دور مهم جدا بلاي امبورتنت اند كي رول في الفيرال ريبليكيشن. فما اروح اعمل انهبيشن لهذا النيوكليو بروتين الفوسفوبروتين سوري هذا الغير فوسفوبروتين همنع الفيرال ريبليكيشن. اما البريفير دول بيشتغلوا على الفيرال بروتيز اللي بعد ما يكون الفيرال بروتين يكسروا السمول بروتينز. اما البيوفير دول بيشتغلوا على الار هيباتيتس سي ار ان اي والبريس نفسه وعملوا انهيبيشن. يبقى تاني واحد بيشتغل على الفيرال فوسفوبروتين اللي بيلعب دور مهم في الفيرال ريبليكيشن ويعملوا انهيبيشن. دول عيله الاسفير. البريفير دول بيشتغلوا على الفيرال بروتيز. والبيوفير اللي اتعمل منه الصوفال دي بتاعنا في مصر اللي بيستخدمه الناس اللي عندنا في مصر ده بيشتغل على الار ان اي بوليمريز نفسه على هيباتيتس سي ار ان اي بوليمريز نفسه ويعمل له انهيبيشن. طيب مين من دول المهمين اللي بتشوفه اكتر في كوشن مانك؟ لو حد خد بالك ان الهيباتيتس سي ثيرابي اللو سيلد من كل مجموعات الانتي ميكروبيلز اللي شرحناها في محاضره النهارده. محاضره النهارده ايه؟ في كل محاضرات الانتي ميكروبيلز من اقلهم اهميه. لكن الانترفيرون ساعات بيسال عليه في كوشن بانك. في سؤال في اليوورد على الريبا فايرل والنيو هيباتيتس سي فيروس اي ممكن تشوف عليه اسئله في الاني بي ام اي. لسه اليوورد ممكن ما تكونش اهتم بيها قد كده بس تبقى عارف بتشتغل على ايه بالظبط. اكتر حاجه عايز تعرفها هو سوفوس بوفير. هو اللي عندنا اسمه ايه؟ اسمه سوفالدي. تعرف السوفالدي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سوفو. سوفوس بوفير بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الهباتيتس سي ار ان اي بوليمريز. طيب اللي كان بيقول لك انا مستورده من امريكا الهارفوني ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ميكس. خد السوفالدي خد السوفوس بوفير وحطوا معاه ليدي باسفير اللي بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على فيرال نان ستراكشر بروتين عباره عن فيرال نيوكليو بروتين ليه دور في الفيرال ريبليكيشن وعملوها ميكس في وان تابلت بتتاخد وانس ديلي. يبقى المصري سوفوس بوفير اللي هو السوفالدي والامريكي عباره عن ميكس ما بين السوفوس بوفير والليد باسفير. السوفوس بوفير بيشتغل على الهباتيتس سي ار ان اي بريز والليد باسفير بيشتغل على فيرال نيوكليو بروتين فيرال نيوكليو فيرال فوسفورتين. طيب كلام اهبل وعبيط تقراه انت لوحدك وعلي سؤال في الورد انه الانفكشن كنترول تكنيكس اللي احنا كلمنا عنها. اما كلمنا عن استخدام الكحول استخدام الديتول الليبيد سولفنت دي قلنا ان هم الفكره ان هو بيشتغلوا على الليبيد بايلير الموجوده في الليبيد بايلير موجوده في سلول او سلمبرين ويعملوا لها ديترجنت افكت. فده الفكره من استخدام الكحول او من استخدام الديتول او الحاجات اللي فيها كلور بشكل عام. اتكلمنا عن ان من اهم الانفكشن كنترول وابسط الانفكشن كنترول ميجرز اللي انت ممكن تعملها مجرد الهاند ووشنج. دي من اهم الحاجات واسهل وابسط حاجات اللي انت ممكن تعملها. اتكلمنا على الاوتوكلافينج وقلنا ان ده
التكنيك الوحيد اللي يقدر على السبوروسايتس ده اللي بيكون سبوروسايدال. اتكلمنا عن ايه تاني؟ الهيدروجين بروكسايد ده اللي هي ميه الاكسجين اللي بيستخدموها سواء بتوع الجراحه او بتوع السنان. قلنا ان ده بيجريت اوكسجين فراتيكلز وتعمل ليبر بروكسيديشن للسيل ممبرين. اخيرا انتي بايوتكس شود بي افويدد ان بريجننسي، مجمعينها في نموذج اسمه سيف تشيلدرن تيك ريلي جود كير. سيف اللي هو السلفونامايد، قلنا انه عنده هاي افينيتي للبلازما بروتين يعمل ريز لبقيه الدراجز وكذلك البلوروبين من البلازما بروتين فيعمل كونكترس فافويد انيونيتس. الامينو جلايكوسايد والتوكسيستي فبتافويد برضه ان بريجننسي. الكينيلونز قلنا تافويد ان بريجننسي بسبب انه بينهبت الكوندروجينيسيس. الكاريزوميسيد از امبريو توكسيك. التتراسايكلين قلنا ان هو بيأفكت البون وبيأفكت التيس، بيعمل بيرمننت كونديشن ديسيديوس تيس وينهبت البون جروس او بيعمل بون جروس ريتارديشن. ريبافايرين تراتوجينيك. جريزيوفالفين اللي بيشتغل على الميتوتيك سبندل والميتوزيس استراتوجينيك. وكرونفينكول قلنا لو اديته اللي بالذات البريماتور انفانت ممكن يعمل جري بيبي سندروم، وقلنا ده مش مجرد جريش ديسكريشن لسكن، لا ده لها سيفير وممكن تبقى فيتال كونديشن بسبب الشوك والسيركولاتري كولابس اللي بيحصل في بعض الحالات. طيب كده احنا خلصنا الانتي ميكروبيلز. هنحل بس على محاضرة النهاردة. نحل كده أول كيس مع بعض. دول بنستخدمهم في حالات الهيربس او البارسيلا ريسيستنت للسايكلوفير او جان سايكلوفير ريسيستنت سيتومنجال فيروس. طيب اعرف ان دي اني واحده فيهم؟ اعرف من خلال انه البيشنت انه يقولي في الكيس انه الاضافه ان البيشنت عنده ديفرنت توكسيسيتي، عنده الكترولايت ديستربنس. مين اللي بيجي لك بهايبوكالسيميا اند هايبوماغنيسيميا اند هايبوكاليميا؟ الاجابه هو الفوسفوكارنت.
مين من دول اللي مش محتاج إلى viral activation؟ مين من دول اللي يعمل chain termination without أو موش viral dependent؟ يقدر يشتغل على viral polymerase سواء DNA أو RNA، يقدر يشتغل على reverse transcriptase زي التينوفوفير، بالظبط. بس هنا كيس اوف اتش اي في بتدور على انتي ريتروفايرال ثيرابي، مش محتاج الى فايرال ديبندنت كاينيزس، هو نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز. فمين من هنا نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز؟ لا سوري، احنا ما يعني المفروض نركز شويه مع الجزء اللي قبليه. فايرال انترا نيوكليير اند انتر سيتوبلازميك انكلوجن، ده سيتوميكال فيروس، قلنا سيتوميكال فيروس في حاله الاتش اي في ممكن يعمل ديسيمينيتد انفكشن، ممكن يوصل للانج، ممكن يوصل للكولون، ممكن يوصل للريتنا ويعمل ريتينايتس. فده كيس اوف اتش اي في ويز انفكشن او انفيزيف انفكشن بالسيتوميكال فيروس. Antiviral therapy is initiated with colitis with an with وكمان اللي أكيد لك برضو إنه colitis intracytoplasmic inclusion، ويعني هو هنا كان ممكن يزود كمان the owl's eye. Intravenous agents doesn't require intracellular activation. بالضبط بالضبط، زي ما أنا كنت بقول في الأول، يا إما هتدور على الفوسكارنت يا إما سيدوفوفير، دول اللي مش محتاجين إلى viral kinases. هنا مش جايب سيدوفوفير لكن جايب الفوسكارنت. تمام، الكيس هنا يا جماعة ده كيس لـ HIV patient حصل عنده invasive cytomegalovirus virus infection. شرحنا في الـ invasive cytomegalovirus virus infection ممكن يينفولف أي organ، ممكن ياخد الكيدني، ممكن ياخد الكولون، ممكن ياخد الأسوفيكس، ممكن ياخد الريتنا، وكنا بنشوف intracytoplasmic inclusion، كنا بنشوف الـ owl's eye. فهنا بيقولك ان انت صدمت دراج، لانه خد بالك ان احنا قلنا من اشهر كيسز اوف سيتوميجالو فيروس الكور ريسيستنت للجانسيكلوفير هي اللي بيكون مع الاتش اي في بيشنت. ليه؟ لانه يوشولي بيكون حصل له ريكرنت انفيكشن فيبدا يحصل ريسيستنت للجانسيكلوفير. بس هو هنا سؤاله كان سبيسيفيك، ليه؟ لانه قالك ان انت خدت اي في ايجنت وما كانش محتاج الى سيلولر اكتيفيشن من الفيروس نفسه. فمش هتنفع الجانسيكلوفير. ليه؟ لان الجانسيكلوفير زي اخواته محتاج الى فيرال ديبندنت كاينيزس، وبالتالي الاجابه هنا هتكون فوسكارنت او سيدوفوفير، والاجابه هنا فوسكارنت. اولا احنا بنتكلم عن كيس اوف اتش اي في، فهنا بنستخدم انتي ريتروفايرال دراج. اما جينا نتكلم عن الدراجز اللي بتشتغل على الريفرس ترانسكريبتيز انزيم، قلنا ان احنا عندنا مجموعتين. المجموعه الاولى بتشتغل على الريفرس ترانسكريبتيز انزيم من خلال النيوكليوتيد انالوج، وكان فيهم واحد نيوكليوتيد انالوج، لكن ده مش اللي بيتكلم عنه. ليه؟ لانه بيقول لك انه هنا الدراج اللي استخدمه از ستراكشرلي ار ليت للنيوكليوسايد، ماهوش نيوكليوسايد، يعني كده دخل في المجموعه اللي اسمها نون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز، مش محتاجه الى فوسفوريشن انتراسيلولي. فهنا بيتكلم على المجموعه اللي اسمها نون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتورز، وتلاقي ان فيها ثلاثه اشهر اثنين، واحد كان اسمه
افافيرنس، والتاني كان اسمه اللي هو موجود هنا. مين التاني اللي كنت بقول لك اللي بيبتدي بالان بيكون ناني ريسبتور فيرست ريسبتيز انهبيترز بيعمل نيفروتوكسيسيتي؟ انفيرابين. لو واحد عنده هربس، هربس ليبيالس بنستخدم ايه في حالة الهربس والفارسيلا؟ بنستخدم الاسيكلوفير واخواته اللي بيشتغل ازاي؟ كان نوكسايد ريفرس ريسبتيز انهبيترز يحصل لهم انكربريشن في الفيرال دي ان اي ويعملوا تشين ترمينيشن، يحصل لهم انكربريشن في الدي ان اي ويحصل تشين ترمينيشن. هنا بيتكلم عن الزيدوفيتين كبروفلاكسس في واحدة بريجنانت عشان نقلل ريسك للتلتين علشان النيوبورن ما يجيلوش اتش اي في. بقولك ده بيشتغل باي انهبتنج واتش اوزوفيرنج كومبوننت او فيرال جينوم ريبليكيشن. قلنا انه المجموعه دي بالذات الازيدوفيتين عنده ازيد جروب دي بتلاك 3 برايم هيدروكس جروب، ف يحصل تشين ترمينيشن. قلنا 3 برايم هيدروكس جروب انت محتاجها علشان تكون فوسفو داي استر بوند فورميشن في الدي ان اي او النيوكليك اسيد اللي انت بتكونه، فالاجابه هنا هتكون دي. قلنا الكحول اللي بنستخدمه كانفكشن كنترول، قلنا الكحول والكلورهيكسيدين والحاجات دي بتشتغل ازاي؟ انها بتعمل ديسربشن للفوسفوليبيد بايلير اللي بيكون فيه السيل ممبرين، ودي من ابسط واسهل الانفكشن كنترول اللي ممكن تستخدمها مع الهاند هايجين او الهاند ووشينج. بيشنت عنده اتش اي في بدات معاه انتي ريتروفايرال ثيرابي جايلك بيه ريسيستنس وهايبر كلاسيما، ابدا افكر في مين على طول؟ البروتيز انهبيترز. مين هنا بروتيز انهبيتر في الكيس دي؟ ادور على طول على الاخر نافير، النافير بروتيز انهبيترز لايبو ديستروفي هايبر كلاسيما وبيكونوا سيتوكروم بي 50 انهبيترز، فدور على النافير. انفوترسن بي دورنج انفيوجن، وانت بتعمله انفيوجن مع الانيشال انفيوجن جاي لك بي فيفر هيدك رايجور هايبوتنشن، ومع سبسيكوينت دوزز بدا يحصل ديكلاين للرينال فانكشن. ذا توكسيك افكت ار لايكلي تو بايننج اوف ذا انتي. قلت لك لما يقول لك سايد افكت الانفوترسن بي هتلاقي في الاجابه ايه؟ انه تو سام ديجري بيروح يمسك كمان في our cell membrane cholesterol.
مين مجموعة الأنتي فانجل دراكس اللي بتشتغل كسيتوكروم 50 انهيبترز؟ الأنتي فانجلز كان فيه واحد فيهم انديوسر وكان واحد فيهم انهيبتر. الانديوسر كان انجريسوفالفين، الانهيبتر كان مين؟ أفكرك كده بالانهيبترز: الكروموفينيكول، الماكرولايتس، الأزولز، البروتيز انهيبترز. كل دول سيتوكروم 50 انهيبترز من الانديوسرز الريفامبين والجريسوفالفين. إذن الإجابة دور على الأزول. أنا بنتكلم عن أنتي فانجل، عندي واحد انديوسر واحد انهيبتر. الانهيبتر هو الأزول والانديوسر هو الجريسوفالفين. انتجريس انهيبترز الانتجريس ده محتاجه علشان يحصل انتجريشن مع الهوست سيلز، عشان يحصل ترانسكريبشن لفيرال ار ان اي. فمدي انتجريس انهيبتر هي انهيبت ايه؟ انا نشوف فيرال مسنجر ار ان اي، فالإجابة هتكون دي. ده جاي لك يا سيدي بالالكترولايت ديستربنس هايبوكاليميا اللي خلته في اريزميا. كنا بنقول ان حتى الالكترولايت ديستربنس سببها ان هو منمر على مين؟ ما هو شايف غير مين؟ الكيدني كان بيعمل ديسفانكشن للرينال تيبيولز، فهو بيعمل نيفروتوكسيسيتي، والالكترولايت ديستربنس اللي بيعملها برضه بسبب هو شغله على كيدني. أنتي فانجل دراج بيمسك في الأورج سيرول ويعمل ألتريشن للممبرين برميابيليتي. ده الأنفوترسن بي. الأنفوترسن بي المفروض تعمل مونترينج الحاجتين، إيه هما؟ الكيدني فانكشن والإلكترولايت بوتاسيوم ومغنيسيوم. هنا ما فيش كيدني فانكشن لكن في إلكترولايت مونيتورينج، فالإجابة هتكون دي. الأوسيلت مفاري اللي هو التامفلو بيشتغل على إيه بالظبط؟ يشتغل على الريليز، فالإجابة هتكون فيروم بارتكل ريليز. مين اللي بتحتاج تعمله تيستنج ل HLA-B5701 to avoid delay type hypersensitivity reaction big symptoms of GI and skin rash الأباكافير؟
بالظبط. انتي فايرال دراج جاي لك بي اوستراكتيف كريستالاين نفروبسي كان بي بريفنتد ويز ابروبريت هيدريشن للبيشنت سايكل فير. اخر كيس بالظبط. الزيدوفوتين اللي بيستخدمه في حالات البروفلاكسس وده نيوكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتر انزيم انهبيتر ريفرس ترانسكريبتيز انزيم بيقلل ريسك للتولتين عشان يحصل ترانسفير او فيرتيكال ترانسميشن فروم المذر لي نيو بورن. حد عنده اي اسئله؟